بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة أنا هتكلم مع حضراتكم النهاردة عن مباراة السوبر وخسارة مباراة السوبر أمس وما حدث من امبارح لغاية دلوقتي. الحقيقة لأنه من حق جمهور النادي الأهلي إن هو يزعل، من حق كل واحد بيحب هذا النادي الكبير، هذا النادي العريق، هذا النادي اللي خد 6 أو 7 بطولات خلال هذا الموسم، ان هو يزعل على شكل اداء اللاعبين امبارح او حتى كمان الاداره الفنيه. هنتكلم في كل هذه الامور وهتكلم مع حضراتكم في كل هذه الامور، ولكن خلوني ارجع مع حضراتكم لشهرين 3 أو 4 5 شهور لورا. 4 5 شهور فاتوا. خلال الفتره السابقه ماذا فعل هؤلاء اللاعبين؟ هؤلاء اللاعبون، كل لاعب من هؤلاء اللاعبين الحقيقه موت نفسه جوه الملعب علشان يقدر يجيب للنادي الأهلي ولنفسه بطولات كثيرة جدا خلال الموسم السابق. هو أنت يا عم إسلام النهاردة هتطلع تبرر خسارة امبارح؟ أنا لا أبرر خسارة امبارح أو خسارة امبارح، ولا أبرر سوء الأداء اللي كان موجود من اللاعبين، ولا أبرر سوء الإدارة الفنية جوه الملعب، لأنه اللاعبين أنفسهم عارفين هذا الكلام، المدير الفني نفسه عارف هذا الكلام، وعارفين ان هم امبارح كان عندهم افضل من كده مليون مره. كل اللاعبين على فكره، ودي اخبار ومعلومات وليست كلام انا طالع اقوله في الهوا وخلاص، هي اخبار ومعلومات. اللعيبه كلها، كل واحد قاعد في اوضته قافل على نفسه، من ساعه تقريبا او من ساعه ونص كان هناك اجتماع كبير جدا ما بين كل اللاعبين الكبار في الفرقه. خدوا بال حضراتكم من الكلام علشان تعرفوا ان اللعيبه حاسه بكل حاجه بيعملها جمهور النادي الاهلي، وان اللعيبه عارفه ان هي اثرت في مباراه امس، وان المدير الفني والاداره الفنيه جوه الملعب لم تكن على مستوى المطلوب. وبالتالي اللعيبه زي ما قلت لحضراتكم قاعده النهارده، التمرين كان الساعه 1 الظهر، خلص التمرين كان نص ساعه، ساعه الا ربع للاعبين اللي ما لعبوا اللي لعبوا، واكتر شويه للاعيبه اللي لعبوا. ولكن اللعيبه من ساعتها في ناس نزلت تتغدى، وفي ناس تحس ان هي شارده الذهن من اللاعبين. كل الاخبار والمعلومات اللي جايه لنا من معسكر الفريق بتقول الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده، ان كل اللاعبين متاثرين بكل شيء. فانا ما ببررش حاجه، ومش محتاج ان انا ابرر، لانه كل جمهور النادي الاهلي هو الدافع الرئيسي لكل البطولات اللي خدها هؤلاء اللاعبين خلال الفتره السابقه. سنه من الفرحة وسنة من السعادة مع كل هؤلاء اللاعبين، واتعمل لهم حفلة، اتعمل للنادي الأهلي واللاعبين حفلة كبيرة جدا جدا جدا. هذه الحفلة كانت بمثابة تتويج لمجهود هؤلاء اللاعبين خلال الفترة السابقة أو خلال الموسم اللي فات. الموسم انتهى، والمفترض أن بدأ موسم، يعني طبعا ده السوبر بتاع السنة اللي فاتت، ولكن أنا بتكلم أن إيه، بداية موسم دايما بتبدأ بالسوبر اللي احنا خسرناه امبارح. طيب، هل كان النادي الأهلي يستحق الخسارة؟ نعم، كان النادي الأهلي يستحق الخسارة في هذه المباراة، وكلنا عارفين، وكلنا كجمهور النادي الأهلي مقدرين هذا الموضوع، وعارفين كويس جدا جدا أن مش هو ده محمد مجدي قفشة. وأنا هقول بالأسماء، لأن هؤلاء اللاعبين لما جمهور النادي الأهلي طلعهم لسابع سماء وكانوا يستحقوا، هؤلاء اللاعبين اللي موتوا نفسهم خلال الفترة السابقة قبل مباراة امبارح حتى مع خسارتنا للدوري، اللعيبة دي كانت مموتة نفسها في كل شيء، مموتة. وكنت بشوف حاجات الحقيقة من اللعيبة دي، أقول لهم يا جماعة اهدوا شوية في بعض الأمور الخاصة، يعني اهدوا شوية، ما تتمرنوش جامد قوي علشان الإجهاد وتوالي المباريات والكلام ده كله. ولكن امبارح أداء لا، يعني ما يعجبش جمهور النادي الأهلي خالص، مش هو ده الأداء. وبالمناسبة ما فعلته إدارة كرة القدم كابتن محمود الخطيب بخصم 300,000 جنيه لكل لاعب، مش عشان احنا اتغلبنا خالص. بالمناسبة الفريق ده ونفس اللعيبة باستثناء 5 6 خسر الدوري وتعمل لهم حفلة ليه؟ لأن كان هناك، أو كان معروف أن هناك ضغط شديد جدا على كل هؤلاء اللاعبين، علشان في النهاية قدر ياخد 5 بطولات من 6 بطولات وتالت عالم. فلا، من حقك ان انا اعمل لك حفله، ومن حقك ان انا ابسط جمهورك وجمهورك يشوفك وانت بتحتفل. وده حصل،
حصل على الموسم السابق، ولكن بهذا الأداء وبهذا الشكل اللي احنا شفناه امبارح كلنا زعلانين وكلنا متضايقين، وكل واحد أهلاوي، كل واحد أهلاوي أهلاوي من جواه عارف ان مش ده محمد مجدي قفشة، مش ده محمد شريف، مش ده علي معلول، مش ده أكرم توفيق، مش ده ياسر إبراهيم، مش ده أيمن أشرف، مش ده السلية، مش ده حمدي فتحي، مش ده طاهر محمد طاهر، مش ده حسين الشحات. الوحيد اللي كان أو الوحيد اللي جمهور النادي الأهلي شايف أنه هو أدى ما عليه، وأنا هنا بتكلم بنبض الجمهور، أنا هنا بتكلم بنبض الجمهور، الوحيد اللي جمهور النادي الأهلي شايف أنه هو عمل اللي عليه هو محمد الشناوي. فاللي أنا بقوله ده هو ليس تبرير لأي شيء، أنا قلت لحضراتكم أهو ان كلنا غير راضيين تماما على خساره امبارح، او بلاش الخساره لان الخساره دي ممكن تبقى كويس جدا وتخسر، ولكن امبارح انت تستحق الخساره من فريق محترم له مدير فني محترم. ويعني انا اسف ان انا هرجع شويه برضو لورا، من يومين ثلاثه كان معايا احمد ثابت وكريم سعيد واتكلمنا على الأخطاء التي وقع فيها النادي الأهلي في مبارياته أمام طلائع الجيش، منها مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش اللي انتهت بالتعادل السلبي. أول خطأ أو يعني اللي أنا فاكره دلوقتي وأنا بتكلم مع حضراتكم إيه؟ أحمد ثابت كنا واقفين هنا، أحمد ثابت وكريم قالوا إيه؟ قالوا يا جماعة إن إحنا عملنا 44 كرة طويلة، وبالتالي مش دي طريقة لعب النادي الأهلي في فريق متكتل وواقف في نص ملعبه. لو حضراتكم اللي بيتابع البيت الكبير هيعرف ان الكلام ده حصل، او ارجع للفيديوهات وشوف. فقالوا كده، عارفين حضرتك احنا عملنا كم كره طويله امبارح؟ 51، اكتر من الماتش بتاع الكاس، اكتر من الماتش بتاع الدوري، انا اسف اللي اتعادلنا فيه. ماشي 120 دقيقه وده 90 دقيقه، ولكن بنفس طريقه اللعب وبنفس الاخطاء التي وقع فيها النادي الاهلي في مباراته امام الدوري هي اللي حصلت امبارح. هي اللي حصلت امبارح. ولكن هنا هحط نقطة، كلنا بنعترف بسوء الأداء امبارح، بالمناسبة كل اللاعبين اللي لعبوا واللي ما لعبوش بيعترفوا بسوء الأداء، وعارفين ان هم قصروا في حق نفسهم وفي حق ناديهم وفي حق جمهورهم قبل نفسهم وقبل ناديهم. لأن أنا اتكلمت مع عدد كبير منهم وكلهم الحقيقة كلهم عندهم شيء واحد فقط، هو كيف يتم تعويض، مش ان احنا خسرنا، ان احنا خسرنا ده ان شاء الله ربنا هيكرمنا في اللي جاي وهنكسب، لان هو ده الفرق بالمناسبه اللي انا دايما بقوله ما بين النادي الاهلي واي حد تاني. الموضوع بالنسبه لنا كاهلاويه ان الفريق، وبالنسبه للاعبين بالمناسبه، ان الفريق ادى بشكل مش كويس. فاللعيبه زعلانه من نفسها، زعلانين وحاسين ان هم عايزين لازم يبقوا افضل من كده خلال الفتره اللي جايه. وزي ما قلت لحضراتكم هؤلاء اللاعبون كلهم كلهم بدون استثناء، باستثناء اللعيبه الجديده يعني اللي جت علينا في الخمس سبع صفقات اللي حصلوا، يعني كل بقيه اللاعبين موجودين من السنه اللي فاتت. بقيه اللاعبين خدوا الدوري السنه اللي فاتت، اللي هي مش اللي فاتت دي اللي قبلها، خدوا الكاس، خدوا 2 بطوله افريقيا، التاسعه القاضيه ممكن والعشره، خدوا السوبر الافريقي، خدوا تالت كاس العالم، خدوا كل حاجة السنة اللي فاتت، كل حاجة خدوها السنة اللي فاتت. وبالتالي لا يجب أن تهتز ثقة جمهور النادي الأهلي بهؤلاء اللاعبون. هم عارفين كويس جدا 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 ومقدرين زعل حضراتكم. معلش أنا كل شوية هأكرر هذه الكلمة لأنها اللعيبة مطلوب مني ان انا اكرر هذه الكلمه للجمهور عشان يعرفوا قد ايه هم متاثرين بالمستوى بتاع امبارح. مش بالخساره، طبعا طبعا الخساره ما حدش بيخسر وبيبقى مبسوط، ولكن المستوى، ان الروح القتاليه مش هي روح القتاليه اللي كانت موجوده قبل كده حتى في ماتشات الدوري الاخيره اللي احنا خسرناه بالمناسبه. وعايز حضرتك تفرق ما بين ان حضرتك خسرت الدوري، خسرت الدوري، ولكن بعد خسارة الدوري أصر مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أن يتعمل لحضرتك حفلة كلاعب علشان أنت تستحق أن الموسم اللي فات موتت نفسك وتعبت نفسك على الرغم من خسارتك للدوري، ولكن
كنت تستحق، عملت بطولة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، وبذلت مجهود كبير جدا جدا جدا، حضراتكم كلكم الحقيقة كل اللاعبين يشكروا عليه، وكنا بنحط حضراتكم في أعلى سماء لأنكم كنتوا تستحقوا هذا الموضوع وتستحقوا التكريم اللي حصل. الحفلة خلصت انتهت، كان يجب أن يكون الأداء أفضل من كده امبارح بكل المقاييس بكل. أنا ليه طالع بكلم وبقول هذا الكلام؟ لأنه زي ما قلت لحضراتكم، اتكلمت مع جمهور نادي الاهلي كتير جدا جدا، زعلانين جدا ومتضايقين جدا ومتنرفزين جدا وحاسين ان هم خسروا حاجه. بصوا الفرق بقى، بصوا الفرق ما بين جمهور النادي الاهلي واي جمهور اخر. اي جمهور اخر مش هتفرق معانا نطلع تاني او اطلع تالت، المهم اكسب وخلاص. لكن احنا كلاعيبه او كجمهور، كجمهور تحديدا، حتى لو كسبت وادائك مش كويس بيبقى عندك مشكله، بتبقى حاسس ان انت مش مبسوط قوي من جواك. فعشان كده زعلانين جدا ومنتظرين الافضل بدايه من يوم السبت القادم. وانا متاكد، وده انا بقوله بالنيابه عن كل المنظومه في كره القدم في النادي الاهلي، او مش بالنيابه عنهم، بالنيابه عن نفسي الحقيقه برضو، بمناسبه ان انا اتكلمت مع ناس كتير في هذا الامر. لا، هناك تركيز شديد جدا 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 لما هو قادم، وهناك حاله من مش عارفين ايه اللي حصل، مش عارفين ايه اللي حصل. احنا لما نيجي نتفرج فنيا هنقول في فنيا واحد غلط واثنين غلط وثلاثه غلط واربعه غلط وخمسه غلط. النادي الاهلي، تخيل حضرتك امبارح ان النادي الاهلي بيلعب 120 دقيقه على نادي طلائع الجيش وراح للجون ثلاث مرات او اربع مرات، وما كانتش يعني كورتين ثلاثه اللي كانوا خطر. ومش ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، مش ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. ولكن الموضوع زي ما قلت لحضراتكم لو تفتكروا برضو، انا اسف ان انا كل شويه برجع يوم او يومين، قبل المباراه بيوم كنت واقف في هذا المكان وقلت لحضراتكم ما تسمعوش كلام بعض من لا يشجع النادي الاهلي ان هم عاملين يقولوا لك مبروك ده فريق الجيش فريق سهل ومغير كل الفريق ومغير. قلت لحضراتكم ان مثل هذه المباريات، وضربت لكم مثل باللي حصل في تونس مع الترجي ومع اتحاد المنستير، وفوز اتحاد المنستير على الترجي بركلات الترجيح برضو لو حضراتكم تتذكروا. ليه؟ لأنه كان الماتش صعب. كابتن عبد الحميد بسيوني واحد من أفضل المديرين الفنيين الصاعدين اللي بيقدر يلعب على قد، عارف فرقته عايز إيه. أقفل على النادي الأهلي، ألعب على أحمد سمير، يرقص له ترقصتين، يشوط له شوطة. هو كابتن عبد الحميد بسيوني حافظ إزاي يلاعب النادي الأهلي، درس النادي الأهلي بشكل جيد جدا، على عكس الحقيقة ما حدث في النادي الأهلي. النادي الأهلي امبارح، لا، النادي الأهلي الفريق لم يكن جيد، وهذا أنا بقوله أمام كل جمهور النادي الأهلي، نادي الفريق لم يكن جيد. كان يجب أن يكون هناك، أنا دايما لما تيجي تقول النادي الأهلي لازم تقول روح الفانيلا الحمراء. روح الفانيلا الحمراء من وجهة نظري أنا الشخصية ما كانتش موجودة امبارح في هذه المباراة، لأنه عايز أكسب في الأول، أول خمس دقايق، أول عشر دقايق، أول ربع ساعة، وبعد كده لا، مش هو ده، مش هو ده اللعيبه كلها، عشان ما اقولش واحد يقولوا ان لا، اللعيبه كلها مش هم دول، مش هم دول اللاعبين، مش هو ده حسين ولا طاهر ولا قفشه ولا شريف ولا سلية ولا فتحي ولا حمدي فتحي ولا اكرم ولا معلول ولا، لا مش هم دول، ولا ايمن اشرف ولا بقيه اللاعبين ولا ياسر ابراهيم، لا مش هم دول خالص. وهم عارفين كده كويس جدا جدا جدا، وبيوعدوا حضراتكم ان اللي جاي افضل ان شاء الله، اللي جاي افضل. هنفضل نتكلم وهقول لحضراتكم، ولكن احنا مش هنقول اللي جاي افضل غير لما نشوف الافضل بالفعل على ارض الملعب. هنشوفه امتى؟ ان شاء الله يوم السبت، او نتمنى ان احنا نشوفه يوم السبت ان شاء الله. كان في قعده زي ما قلت لحضراتكم وانا بتكلم من ساعه او ساعه، من الساعه 8 تقريبا، والقعدة لم تكن يعني متفقين عليها، لا. اللاعبين الكبار ودور اللاعبين الكبار في النادي الأهلي، محمد الشناوي، وليد سليمان، علي معلول، أيمن أشرف، بقية اللاعبين الكبار اللي موجودين، خمس ست لاعبين قعدوا مع بعض، قفلوا الأوضة، محدش عارف إيه اللي حصل جوه الأوضة، ولكن قعدوا النهارده الساعة 8 زي ما قلت لحضراتكم تقريبا لغاية الساعة 9 ولا 9 وشوية، قعدوا مع بعض وقفلوا الباب.
الحاجة الوحيدة اللي عرفناها من هذا الموضوع إن اتقال كلمتين ما بين كل اللاعبين بينهم وبين بعض وكباتن الفريق ودورهم الكبير في هذا الأمر. الجمهور ده ما ينفعش يزعل. الجمهور ده من حقه إن هو يزعل امبارح، لكن ما ينفعش يزعل الفترة اللي جاية. من حقهم إن هم ينتقدونا، من حقهم إن هم يعملوا كل حاجة هم عايزينها، ولكن الفترة اللي جاية ما ينفعش نخسر بطولة. ما ينفعش نخسر بطولة. واتقال من الكابتن محمد الشناوي ومن كابتن وليد ومن كباتن الفريق علي ومعلول وأيمن أشرف، اتقال لهم إن مش بالكلام بينهم وبين بعض، مش بالكلام ولكن بالأداء جوه الملعب. المدير الفني يختار من يراه مناسبا إن هو يلعب من وجهة نظره، يعمل التبديلات اللي هو شايفها من وجهة نظره، ولكن اللي يلعب يموت نفسه، يلعب بروح الفانيلا الحمراء. ده مجمل الكلام أو مجمل الساعة. والحمد لله يعني هو ده الفارق دايما ما بين النادي الأهلي. خسرنا بطولة، على الرغم ان انت لما تيجي تبص على البطولة هي بطولة شرفية طبعا وبتحسب في البطولات وكل حاجة، ولكن في نفس الوقت هي بطولة. نادي الأهلي لما بيلعب مباراة ودية بيبقى مش عايز يخسر هذه المباراة، ما بيبقاش عايز يخسر هذه المباراة. وخد بال حضرتك ان الأهلي هو الأكثر حصولا على هذه البطولة. خسرنا لأن احنا كنا وحشين، لأن النادي الأهلي لم يكن جيدا في هذه المباراة، ولكن هؤلاء اللاعبين يستحقوا من كل جمهور النادي الأهلي، من حقك كجمهور ان انت تنتقد، ومن حقك كجمهور وحتى الإعلام من حقه ان هو ينتقد، ولكن من حق هؤلاء اللاعبين ان هم حضراتكم تنتظروا عليهم. عندنا صفقات على أعلى مستوى، عندنا كل ما أرادوا المدير الفني بيتسو موسيماني، الطلب فلان ميكيسوني جه ميكيسوني، طلب بيرتساو جه، طلب حسام حسن جه، طلب كريم فؤاد جه، طلب عمار يرجع واحمد عبد القادر يرجع، اتفضلوا. وبالتالي كل الامور مهيئه. عشان كده كان الخصم كبير جدا امبارح، او الخصم من اللي هو 300,000 جنيه اللي اقره كابتن محمود الخطيب على كل اللاعبين وعلى كل اعضاء الجهاز الفني بنسب اللي بياخدوها في المرتبات او في نسب معينه يعني. فالحقيقه اداره الكره في النادي الاهلي بتقوم بما عليها ان تقوم به خلال هذه الفتره. كابتن سيد عبد الحفيظ بيلم الشمل دلوقتي مره اخرى، وزي ما قلت لحضراتكم وهرجع اقول لحضراتكم، هذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي، ان النادي الاهلي وقع ولكن لعيبته قعدوا مع بعض، والكابتن سيد قعد معاهم قعدة طويلة جدا قبلها، وبيتسو موسيماني قعد معاهم قعدة طويلة جدا برضو، وبكرة في قعدات بقى فنية أكتر وفيديوهات أكتر عشان يشوفوا إيه الأخطاء اللي حصلت وإيه اللي هيحصل في المباراة اللي جاية، لأن المباراة اللي جاية شبه المباراة اللي فاتت بالظبط. كابتن حلمي طولان المدير الفني لنادي إمبي، واحد من أفضل وأهم المدربين في مصر في العشرين سنة الأخيرة، وبالتالي حافظ النادي الأهلي وبيعرف يلعب النادي الأهلي إزاي. لكن هل محمد شريف ما يستحقش فرصة تانية وتالتة؟ يستحق. محمد شريف ياما فرح اللاعبين، ياما فرح جمهور النادي الأهلي، ولسه هيفرح كتير الفترة اللي جاية. مجدي قفشة ما يستحقش؟ يستحق. طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ما يستحقوش؟ يستحقوا. كل اللاعبين عمرو السولية وحمدي فتحي وعلي معلول وأكرم توفيق وياسر وأيمن أشرف ما يستحقوش؟ لا، يستحقوا من جمهور النادي الأهلي إن ليهم رصيد عند جمهور النادي الأهلي. مش رصيد بالكلام، مش بالكلام، ولكن رصيد بالبطولات. مجموعة اللاعبين دول وغيرهم وزملائهم طبعا اللي قاعدين على دكة البدلاء وبقية اللاعبين اللي موجودين بره، ولكن هؤلاء اللاعبين يستحقوا مننا إن احنا نقف معاهم ونقف في ظهرهم، لأن هذا هو الفارق. مرة أخرى ومرة مليون بقول لحضراتكم إن هذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي وأي حد تاني. أي حد تاني بيفرح بالمركز، أي مركز شرفي تاني، تالت، رابع، خامس، سادس، عشان ما حدش بس يقول تتكلم على حد. لا، أنا بتكلم على إن النادي الأهلي الفارق اللي بينه وبين أي حد إن النادي الأهلي بينظر للمركز الأول فقط. طمعين إحنا في كده؟ طمعين، وأقول إن إحنا طمعين. فلا، كل هؤلاء اللاعبين يستحقوا من كل جمهور النادي الأهلي. انتقد زي ما حضرتك عايز، أنا مش معنى الكلام اللي أنا بقوله ده، لا، انتقد وقول اللي حضرتك عايزه، ولكن افتكر كده القضية ممكن، افتكر كده القضية ممكن وهي جاية ومجدي قفشة الكرة جاية من
من لاعب الزمالك وحطها بدماغه كده، حطها برجله دخل الجون. افتكر لما محمد شريف جاب لك جونين في وقت صعب جدا في مباراه كايزر تشيفز. افتكر طاهر محمد طاهر وهو بيجيب جون في سان داونز علشان يصعد نصعد للدور التالي في البطوله الافريقيه اللي خدناها بعد كده. افتكر حسين الشحات وهو بيموت نفسه عشان يرفع اوفر كويس ويجيب جون هنا ولا هنا عشان تقدر تصعد في الدور اللي بعد كده. افتكر عمرو السوليه، افتكر حمدي فتحي، افتكر اليو ديانج، افتكر محمد هاني، اكرم توفيق، علي معلول. علي معلول والاوفرات اللي بيعملها، افتكر اوفر مباراه الانتاج اللي عمله في اخر ثانيه وطلع بوالي حطها جون. افتكر كل ما تيجي تنتقد افتكر اللعيبه دي عملت. افتكر ايمن اشرف وهو بيشيل الكره من جوه الجون. افتكر ياسر ابراهيم وهو بيموت نفسه ويحط الكره في الجون في مباراه سان داونز هناك. افتكر الشناوي بقى وهو بيشيل من اليمين ومن الشمال ومن تحت ومن فوق ومن كل حته. افتكر كهربا لما نزل وعمل وغير الماتش وكسبك مباراه واثنين وثلاثه. افتكر بقيه، انا مش عايز انسى حد بس علشان، لكن افتكر الاوقات الجميله للاعبون اللعيبه دي وعملت ايه علشان خاطر حضرتك تبقى مبسوط. وده حقك كجمهور النادي الاهلي، دايما حقك ان انت تبقى مبسوط وسعيد وفرحان. وده هيحصل ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه، وانا على ثقه كبيره جدا جدا. وانا عارف اصل انا كلامي بيتاخد وبيتقطع وبيتحط في صفحات معينه عشان يقول لك مش عارف ايه، ما عنديش مشكله، خد الكلام وقطعه. وانا بقول لحضراتكم ان الفتره القادمه باللي انا سمعته النهارده والمعلومات، انا ما سمعتش كلام، لا انا لما بجيب معلومه بجيبها من خمس ست مصادر، فلما الخمس ست مصادر يقولوا لي نفس الكلام وما يعرفوش بعض طبعا، فلما الخمس ست مصادر يقولوا لي نفس الكلام، لا لازم ابقى مبسوط واضحك، لازم ابقى مبسوط وافرح واضحك ان انا عندي لعيبه بهذه المنتال او بهذا التفكير. احنا قعدوا مع بعض، احنا خسرنا عشان احنا كنا وحشين، الكلام ده حصل. قعدوا مع بعض قالوا احنا خسرنا عشان كنا وحشين، الجمهور ده يستحق مننا اكتر من كده، مش عايزين نخسر بطولات تانية. هو ده اهم حاجه اتعملت في هذا الامر او اتعملت في امبارح والنهارده طوال النهار بتحصل ما بين الكابتن سيد وما بين بيتسو موسيماني. هتكلم انا عن بيتسو موسيماني دلوقتي برضو بمناسبه بعض الاشاعات اللي طالعه في هذا الامر، وهقول لحضراتكم ليه. وبيتسو موسيماني اتكلم، وبكره زي ما قلت لحضراتكم هيكون في قعده فنيه كبيره طويله جدا علشان فيديوهات معينه للاعبين معينين، يقطع لهم فيديوهات عشان يوريهم انت كان لازم تعمل هنا ايه وتخطئ هنا، او انت اخطات هنا في ايه وعملت هنا ايه وعملت هنا ايه. فانا مش عايز حضراتكم تقلقوا، اي حد من عايز يعبر عن مشاعر غضب او اي شيء ما عنديش اي مشكله. الجمهور ده دايما فوق راسنا، دايما فوق راسنا، لان هو الاساس في كل شيء. من حقكم ان انتوا تزعلوا، من حقكم ان انتوا تتضايقوا، بس لو سمحت ازعل واتضايق، ولكن اعرف ان انت عندك فريق بطل، اعرف ان انت عندك مجموعه لاعبين هتموت نفسها وهتاكل النجيله الفتره اللي جايه، اعرف ان انت عندك مجموعه لاعبين جابوا لك ست بطولات او خمس بطولات وتالت عالم من ست بطولات من شهر ولا من شهر ونص. ف لكل جواد كبوه، وقعنا في مباراه امبارح ما كانش حد الحقيقه. لما تيجي تتكلم عن مباراه امبارح تتكلم عن اثنين، احمد الشناوي وحسين الشحات، لكن ولا بيتسو موسيماني كان في افضل حالاته، ولا الجهاز الفني كان في افضل حالاته، ولا اللاعبين كانوا في افضل حالاتهم، وهم مقتنعين بهذا الكلام بالمناسبه. وده بدايه الاصلاح والتصحيح اللي انا بقوله لحضراتكم ده، ان انا ابقى مقتنع ان انا الجاكيت ده وحش او التيشيرت ده وحش، فانا ابقى مقتنع ان بدايه الاصلاح ان انا ابقى مقتنع ان انا لابس حاجه وحشه. هم مقتنعين ان هم امبارح يستحقوا الهزيمه، وان هم زعلوا جمهور النادي الاهلي ويستحق، وجمهور النادي الاهلي يستحق منهم الكثير بدايه من يوم السبت. وبالمناسبه ودي ايضا معلومات بيتسو موسيماني حزين جدا فوق ما حضرتك تتخيل. ويعني لأول مرة مجموعة الناس اللي بتشوف بيتسو موسيماني بتشوفه هادئ ودايما بيضحك حتى مع اللاعبين، حتى النهارده لأ، غاضب جدا وزعلان جدا من الأداء، زعلان من اللاعبين وزعلان من نفسه على اللي اتعمل امبارح. ولكن في النهاية هو المدير الفني وهو المسؤول عن كل ما يخص كبيرة أو صغيرة داخل الفريق، فهو يتحمل المسؤولية كاملة في الفوز وفي الخسارة.
هو وجهازه الفني، انا بتكلم مدير فني يبقى هو وجهازه الفني. فالحقيقه الراجل مقدر ده تماما تماما تماما، والفتره اللي جايه هو مبسوط بان عندك من بعد يوم السبت ايقاف شويه في بعض اللاعبين هيروحوا المنتخب، ولكن هيبقى عنده مجموعه كبيره من اللاعبين موجودين معاه يقدروا يتمرنوا، يقدر يحفظهم اللي هو عايز يحفظه خلال الفتره اللي جايه، يقدر يوريهم ايه اللي هيحصل، ايه فكره الجديد اللي عايز يعمله، هو عايز يطبق شيء معين هيطبقه خلال الفتره اللي جايه. حاجات كتيره جدا حضراتكم هتشوفوها هتتغير ابتداء من يوم السبت القادم، من بدايه من مباراه امبي ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها. انا ما بتكلمش على مكسب وخساره، مره تانية وتالتة ورابعة زي ما حضراتكم عارفين، أنا لما بتكلم عن أداء جوه الملعب. لكن مكسب وخسارة دي أنا مش هقدر أعرف يوم السبت هنكسب ولا هنخسر، ما أقدرش. في الأغلب تاريخيا وكل شيء أن النادي الأهلي هو الأقرب للفوز في هذه المباراة بنسبة 70-30 أو 80-20، ولكن في نسبة خسارة. لكن لما حضرتك تيجي تبص على المعطيات، لا، المعلومات مرة تانية. المعلومات اللي جايه لي من معسكر الفريق ان اللعيبه عينيها بتطلع شرار، عايزه تلعب الماتش بتاع يوم السبت ده باي طريقه. عايزين يوروا الجمهور النادي الاهلي، مش قادرين يقولوا ما تزعلوش، هيقولوا لهم من خلال الملعب يوم السبت ان شاء الله ان انا هادي ما عليا، لكن المكسب والخساره دي بتاعت ربنا مش بتاعتي. انا ما اقدرش اقول، لكن انا اادي ما عليا. انا بلعب اسلام مثلا، اسلام شاطر بيلعب باك رايت، اموت نفسي في ناحيه الباك رايت، اروح ارفع اوفرات وارجع ادافع، واروح ارفع اوفرات وارجع ادافع. هو ده اللي هيحصل ان شاء الله يوم السبت القادم، وهتشوفوا تغير في روح الفانيلا الحمراء. الكلمه اللي دايما بتخلي ناس كتيره جدا 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 من اللي حوالينا، او يعني من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، بيبقوا زعلانين جدا لما بنقول هذه الكلمه. هتعرفوا الفرق ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر ان شاء الله بدايه من المباراه القادمة. ومرة مليون برضو بقول ان انا ما بتكلمش على مكسب وخسارة، انا بتكلم على اداء جوه الملعب. نشوف طاهر ونشوف شريف ونشوف اللي هيلعب، اي حد هيلعب، نشوف قفشة ونشوف حسين الشحات ونشوف سلية ونشوف ديانج ونشوف فتحي احمد حمدي فتحي ونشوف اكرم توفيق ومحمد هاني ونشوف علي معلول ومحمود وحيد ونشوف ياسر ابراهيم وبدر بنون وايمن اشرف ومن وراهم العظيم محمد الشناوي، كل دول وليد سليماني، ما حدش عارف مين اللي هيلعب يوم السبت القادم. عندك مجموعه لاعبين او قائمه مدججه بالنجوم، كلهم نجوم، اي حد هيلعب هيؤدي. مره تانية، من حق حضرتك تزعل، من حق حضرتك ان انت تتضايق من الاداء امبارح ومن خسارتك للقب قريب مننا، يعني احنا اكتر فريق وخدناه 11 لقب قبل كده، فمن حق حضرتك تزعل، من حق حضرتك تتضايق، ولكن افتكر الايام السعيده اللي عملها هؤلاء اللاعبون وموتوا نفسهم عشان خاطر حضرتك. ممكن يكونوا قصروا شويه في مباراه امبارح، ولكن على وعد ببقيه البطولات القادمه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ببذل كل المجهود اللي جمهور النادي الاهلي حتى لو لا قدر الله حصل هزيمه يطلع يسقف للاعيبته زي ما كنا بنشوف بعد الدوري واللي حصل بعد الدوري. احنا كلنا كنا عارفين الضغط اللي كان موجود على اللاعبين وتوالي المباريات، وسافرنا هنا وسافرنا هنا وسافرنا قطر وسافرنا اليابان وسافرنا هنا وسافرنا هنا وجنوب افريقيا وجينا من هنا رحنا هنا، فكان ده مقبول. ولكن الفتره السابقه الحمد لله في راحه شويه لبعض اللاعبين خصوصا الدوليين، بعد كده اللعيبه دخلت مع الفرقه، الحمد لله الامور دلوقتي مستقره جدا جدا جدا، فاضل بس انسجام اللاعبين الجدد مع اللاعبين القدامى اللي موجودين، وان شاء الله حضراتكم هتتفرجوا على فريق بيبذل اقصى مجهود بروح الفانيلا الحمراء علشان يقدر يكسب كل مباراه، وحتى لو كانت هذه المباراه مباراه وديه. انا بس حبيت اتكلم مع حضراتكم في كل هذه الامور علشان تبقوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي، وكل الكلام اللي انا بقوله هي معلومات عن ما حدث او ما يحدث من امبارح لغايه النهارده في المعسكر لفريق النادي الاهلي، اللي بالمناسبه هو معسكر ممتد قبل مباراه السوبر باربع ايام لغايه ان شاء الله مباراه يوم السبت القادم. ما تقلقوش، عندك فريق محترم، عندك فريق بطل، عندك فريق بدا مسيره اصلاح، لانه بدايه مسيره الاصلاح هو الاعتراف بالخطا
والجميع اعترف بخطأه، وبالتالي إن شاء الله تبدأ مسيرة العودة للبطولات مرة أخرى بداية من يوم السبت القادم. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم عن أخبار البيت الكبير، أخبار النادي الأهلي. خد عندك بقى، خد عندك بقى كلام كتير جدا جدا فيما يخص بيتسو موسيماني. يا جماعة بيتسو موسيماني ده خلاص، أصله بيتسو موسيماني يرفض العقوبة الموقعة على الجهاز الفني وعلى اللاعبين وعلى وعلى وعلى. أصل بيتسو موسيماني صرح لأحد أو إحدى المواقع في جنوب إفريقيا أن هو يرفض هذه العقوبة. طيب خليني أقول لحضراتكم معلومة، معلومة أن بيتسو موسيماني بعد نهاية المباراة أمس لم يتحدث لأي وسيلة إعلامية سواء داخل مصر أو خارج مصر إلا في المؤتمر الصحفي اللي اتكلم فيه بشكل مقتضب جدا، وبان الحقيقة قد إيه هو حزين وغير سعيد بالأداء في هذه المباراة في المؤتمر الصحفي. ولكن بعد المؤتمر الصحفي لم يتكلم بيتسو موسيماني مع أي وسيلة إعلامية سواء داخل مصر أو خارج مصر، أو اتكلم مع أي حد فيما يخص أي حاجة تخص هذا الأمر، وبالتالي هذا الموضوع هو عاري تماما من الصحة، عاري تماما من الصحة. كل ما يقال عن رفض بيتسو موسيماني أو كل ما يقال عن أن بيتسو موسيماني بدأ أن هو أو بدأ الكلام أن هو هيمشي من النادي الأهلي، يا جماعة لجمهور النادي الأهلي طبعا أنا عارف أن هم فاهمين الكلام ده كويس، مش النادي الأهلي اللي بيعمل كده. النادي الأهلي عنده لجنة لإدارة كرة القدم، وعنده رئيس نادي أسطورة من أساطير كرة القدم، عنده مجلس إدارة بيعرف يتخذ القرارات إمتى، وكل حاجة كل حاجة بتبقى مدروسة كويس جدا. إذا كان هناك بعض الأخطاء، ولكن هناك بطولات كثيرة جدا خلال 7 أو 8 شهور، يعني بالعقل كده. أنا بس طبعا مصدر هذه الإشاعات معروف جدا، وإحنا وصلنا لمصدر هذه الإشاعات هو طبعا لمواقع أو لبعض بعض الناس، طبعا كلهم من بعض من لا يشجع النادي الأهلي، كلهم فهم عايزين هو يقول لك ايه، هي دي الفرصه اللي احنا نخبط فيها في النادي الاهلي، لان احنا ما بنعرفش نكسب النادي الاهلي في الملعب، فنكسبه بنحاول نكسبه بره الملعب. الكلام اللي احنا دايما بنقوله، كل الكلام او كل ما يقال في اطار هذا الموضوع، خد بال حضرتك لو في اي حاجه تخص هذا الموضوع هتلاقي قناه النادي الاهلي بمختلف برامجها بتطلع تتكلم وبتقول ان بيتسو موسيماني عنده، لكن ده لم يحدث. الراجل يا جماعه ما اتكلمش اساسا في اي طب الناس عرفت منين؟ اللي كتب الكلام ده كاتبه ازاي؟ او اللي بيقول الكلام ده بيقوله ازاي؟ اللي بيقول الكلام ده او اللي كاتب الكلام ده هو بيقوله لمجرد الخبط في النادي الاهلي، لمجرد ان هو عايز مشاهدات او لايكات او اي حاجه من هذا القبيل يعني. لكن الحقيقه كامله دايما بتسمعوها من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، ان النادي الاهلي او بيتسو موسيماني لم يتحدث مع اي وسيله اعلاميه ولا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي هذا التصريح اللي اتقال على لسان بيتسو موسيماني هو تصريح غير صحيح، مش هقول كاذب وغير صادق، وهو تصريح غير صحيح. ولو حد عنده دليل على كده يطلع لنا، ما هو المفروض اي صحفي، وعندنا صحفيين كبار جدا في مصر، واعتقد ان الصحفيين في جنوب افريقيا ايضا بروفيشنال، يعني عندهم قدر من المهنيه، ان هم لو اي حد بيتكلم مع حد اكيد اتكلم مع بيتسو في التليفون، فاكيد الموضوع مسجل، حد بس يطلع لنا يقول ان بيتسو موسيماني بيقول هذا الكلام، ما حصلش، كله كلام كذب في كذب، يعني اشاعات اشاعات اشاعات. ولكن هو ده وقت الإشاعات، وده دورنا نحن نرد على مثل هذه الأمور مرة تانية وتالتة وعشرة. بيتسو موسيماني لم يتحدث لأي وسيلة إعلامية سواء داخل مصر أو خارج مصر فيما يخص موضوع العقوبة الموقعة من الكابتن محمود الخطيب على اللاعبين وعلى الجهاز الفني. الراجل يعني سيب الراجل في اللي هو فيه، الراجل حزين جدا وزعلان جدا من اللي حصل امبارح، من الخسارة ومن الأداء، فهيحاول يحسن بكل الطرق النهارده وبكره وبعده والماتش يوم السبت. فمحدش يصدق مثل هذا الكلام. الحمد لله الامور داخل الفريق تسير بشكل اكثر من رائع، كل حاجه ماشيه بنظام، كابتن سيد عبد الحفيظ ممشي الامور بشكل رائع جدا من امبارح للنهارده وقبل كده طبعا، ولكن انا بتكلم من بعد المباراه، لان يقول لك اصل الفريق فيه فركشه، اصل مفيش اي حاجه بتحصل من
من الكلام ده. واللي مش مصدقني يتصل بلاعيبه الاهلي، لو تعرف توصل للاعيبه الاهلي واسالهم انتوا كنتوا قاعدين بتعملوا ايه من ساعه مع بعض؟ هل حد قال هذا الكلام؟ هل جواكوا بينكوا وبين بعض اللي حصل كله ان اللعيبه ما عندهاش تفكير غير في جمهور النادي الاهلي؟ انا عايز الجمهور ده يرجع يفرح تاني ويتبسط، هو ده اللي انا عايزه. فده ان شاء الله هنشوفه ان شاء الله يوم السبت في الملعب، وبعد كده في المباريات والبطولات القادمه ان شاء الله، لان هؤلاء اللاعبون بذلوا كل المجهود خلال الفتره السابقه. معلش هي اب اند داونز، يعني بتطلع وتنزل بتطلع وتنزل. فهو امبارح معظم اللعيبه كانوا في اقل حالته اقل حالته، لكن ان شاء الله القادم هيبقى افضل، وحضراتكم هتعرفوا ايه اللي هيتعمل، ولكن كلنا هنستنى ايه اللي هيحصل يوم السبت في الملعب ومن بعده بقيه المباريات وبقيه البطولات. موسيماني يبدا تصحيح اخطاء الاهلي عقب خساره السوبر المحلي، بيعالج طبعا الاخطاء زي ما انتم عارفين ان بيتسو موسيماني دائما ما يعالج اخطاء اللاعبين عن طريق الفيديو، عن طريق المحاضرات النظريه وعن طريق الفيديو، وبيوري اللعيبه انت اخطات هنا وانت عملت هنا وكان المفروض تيجي هنا او هنا، وبالتالي الامور هتبقى جيده جدا ان شاء الله. اجتماع لرابطه الانديه الاحد القادم لوضع جدول الدوري الممتاز. الحقيقه الخبر ده بالنسبه لي هو خبر جميل جدا جدا، بقالي كتير نفسي اسمع الخبر ده، والحمد لله ان الواحد وهو عايش سمع الخبر ده قبل ما شعره حتى يبيض. فتعقد رابطه الانديه برئاسه احمد دياب، طبعا احمد دياب اصبح هو رئيسا للرابطه، والكابتن عماد متعب هو نائب رئيس الرابطه، والاستاذ عامر حسين مشرف على لجنه المسابقات. الكابتن ثروت سويلم هيكون هو طبعا المتحدث الرسمي باسم رابطه الانديه. النهارده كان اول اجتماع، واحمد دياب قال ان هدفنا تطوير الكره المصريه وندرس عوده الجمهور. يا رب، او اتمنى ان تكون او يكون هذا التصريح حقيقي، ندرس عودة الجمهور. كل الجمهور نفسنا ان احنا الجمهور يرجع، ولكن يرجع بالمحاذير الطبية والاحترازات والاجراءات الاحترازية وكل شيء، اللي واخد فاكسين ليها طرق معينة ان شاء الله يرجع الجمهور، وحتى لو بعدد معين واخد الفاكسين عامل كذا عامل كذا، بتخش على تذكرتي، ليها اكيد ليها آلية معينة يقدر او تقدر رابطة الأندية ان هي تكمل بهذا الشكل. وانا بصراحه بتفائل دائما بالمقدمات، اتمنى ان المقدمات دي تودينا لنتائج جيده. احمد دياب اسم جيد، عماد متعب اسم كبير، كل الاستاذ عامر حسين طبعا اسم كبير، كل المجموعه اللي موجوده عشان ما انساش حد كلها اسماء كبيره. لجنه الاستئناف باتحاد كره القدم تقرر تخفيض عقوبات الزمالك. لجنة الاستئناف في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار عادل الشرباجي وبحضور الأعضاء المستشار إبراهيم عبد الخالق والمستشار محمد أباظة والمستشار جمال عبد المنعم قررت ما يلي: التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد القرار الصادر عن لجنة المسابقات بتغريمه 100,000 جنيه للسباب الجماعي و100,000 جنيه لنزول أعداد زائدة، قررت اللجنة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا. التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد العقوبة الموقعة على لاعبه حازم إمام بإيقافه 4 مباريات، قررت اللجنة تأييد عقوبة الإيقاف لعدم جواز الاستئناف على عقوبة الإيقاف الأقل من 6 مباريات. ثالثا، التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد العقوبة الموقعة على لاعبه محمود عبد الرازق بالإيقاف 8 شهور وغرامة 500,000 جنيه، قررت اللجنة بعد الاطلاع على ما تضمنه تقرير حكم المباراة ومراقبة تعديل القرار والاكتفاء بإيقاف 8 مباريات وتغريمه 250,000 جنيه. في قرعة الشباب والناشئين الأهلي والزمالك في الاسبوعين ال 15 وال 32، الحمد لله بدات الامور تمشي بشكل جيد. اداره المسابقات في الاتحاد المصري لكره القدم اعلنت جدول المسابقات للناشئين. مواجهه الاهلي والزمالك دائما ما بتحظى بكل المتابعه في الاسبوعين ال 15 وال 32. مباريات كثيرة جدا. بروتوكول تعاون بين استادات والبطل العقيد محمد عبده لتوسيع قاعدة الكيك بوكسينج. الحقيقة شركة استادات بتسير في إطار دائما
رائع جدا من حيث ان هي يعني قبل كده كان شركه استادات بترعى فريال من خلال وجودها في الشركه، النهارده شركه استادات وقعت بروتوكول تعاون بين استادات والبطل العقيد محمد عبده طبعا لتوسيع قاعده الكيك بوكسينج، ويهدف البروتوكول الى التعاون بين شركه استادات والعقيد محمد عبده وتبادل الخبرات لاكتشاف المواهب وتقديم جيل جديد من ابطال لعبه الكيك بوكسينج، حيث تقدم شركه استادات كافه سبل الدعم المادي واللوجستي لتطوير اللعبه وتوسيع قاعدتها على ان يتولى البطل العالمي اكتشاف المواهب وتدريبهم والوصول بهم لاعلى مستوى. العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس اداره الشركه قال ان البروتوكول ياتي في اطار خطوه ورؤيه الدوله المصريه 2030 لاكتشاف المواهب الرياضيه في كافه الرياضات تزامنا مع تطوير المنشات الرياضيه لتقديم افضل خدمه رياضيه واجتماعيه وترفيهيه. يذكر ان العقيد اركان حرب محمد عبد ابو ستيت هو ابن القوات الجويه، فيعد صاحب ال 42 عاما بطلا للعالم للهواه في لعبه الكيك بوكسينج 6 مرات بجانب حصوله على بكالوريوس هندسه وبكالوريوس علوم عسكريه وماجستير في الهندسه، بسم الله ما شاء الله، وماجستير في الهندسه الميكانيكيه وعلى الدكتوراه في تخصص نادر وهو التحكم الحراري في الاقمار الصناعيه. الحقيقه شيء رائع تشكر عليه شركه استادات ويشكر عليه طبعا العقيد اركان حرب محمد عبده ابو ستيت اللي هيكون ان شاء الله بعد توقيع هذا البروتوكول متواجد خلال الفتره اللي جايه لتعليم الشباب يعني ايه كيك بوكسنج والكيك بوكسنج ده بيتلعب ازاي. في ناس كتيره جدا بتتجه لهذا الامر ودائما شركه استادات بتروح للشباب وبتعرف الشباب عايز ايه وبتحاول تعمله دائما مع الكبار والعلامات في اي رياضه موجوده في مصر. النهارده ايضا ذكرى رحيل عادل هيكل اخطبوط النادي الاهلي. كابتن عادل هيكل حدث ولا حرج، واحد من افضل واهم حراس مرمى النادي الاهلي والمنتخب الوطني، والحقيقه كلام كتير جدا جدا تقدر تقوله على هذه الاسطوره الكبيره كابتن عادل هيكل اخطبوط النادي الاهلي. خلينا نطلع نشوف تقرير عن اخطبوط النادي الاهلي كابتن عادل هيكل، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل 2 من النجوم الكبار هنتكلم عن ماذا حدث أمس ما بين النادي الأهلي وطلائع الجيش في مباراة السوبر المحلي. كابتن النجم الكبير الكابتن عادل طعيمة والنجم الكبير الكابتن ماهر همام هنتكلم معهم أكتر في النواحي الفنية خلال الساعة القادمة. هنطلع نشوف تقرير عن اخطبوط النادي الأهلي كابتن عادل هيكل، وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل نجوم النادي الأهلي الكبار كابتن عادل طعيمة وكابتن ماهر همام. خليط من الموهبة والإمتاع والإمكانيات الكبيرة، شيخ حراس المرمى في النادي الأهلي ومنتخب مصر العملاق عادل هيكل. ولد عادل هيكل بمنطقة الجزيرة بمحافظة القاهرة في 23 من شهر مارس عام 1934، تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 1967، وعمل صحفيا بمجلة الجيل الجديد ومجلة الأنوار اللبنانية وجريدة الوفد. بدأ لعب الكرة في المدرسة رفقة زملائه، وخلال مباراة في مدرسة السعيدية شاهده حسين كامل مدرب الناشئين في النادي الأهلي حينها، فضمه لناشئين نادي في عام 1947 وعمره حين ذاك 13 عاما فقط. الظهور الأول لعادل هيكل مع الفريق الأول للأهلي كان محبطا، حيث خسر الفريق من الترسانة بنتيجة 6-2، وبعد المباراة قرر ترك كرة القدم وحمل نفسه مسؤولية الخسارة، لكن الأسطورة مختار التتش انتظره في حديقة النادي ورفع من روحه المعنوية متنبئا له بأنه سيكون الحارس الأفضل في مصر. وصدقت نبوءة التتش وتألق عادل هيكل وبات حارس مرمى الأهلي الأول، ولقب بالحارس الطائر نظرا لقفزاته العالية وقدرته الفائقة على السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء، وتميز بالمرونة وحسن التصرف وسرعة البديهة، مما قاده في النهاية للتتويج مع المارد الأحمر ب10 بطولات للدوري الممتاز و6 ألقاب في كأس مصر.
وكتب هيكل سطورا من المجد في مواجهة الفرق الأوروبية مع الأهلي، فتألق أمام أندية بنفيكا وبرشلونة والنجم الأحمر الصربي وفلومينيزي البرازيلي. وعقب مباراة بنفيكا عرض مسؤولو النادي البرتغالي على الأهلي ضمه مقابل 50,000 دولار، وهو مبلغ خرافي في ذلك الوقت، لكن هيكل رفض وتمسك بالبقاء في القلعة الحمراء. أما مع منتخب مصر فقد كتب عادل هيكل اسمه بحروف من ذهب، وهو واحد من أفضل 10 حراس مرمى في تاريخ إفريقيا خلال الفترة من عام 1958 وحتى عام 1983، كما اختير أفضل حارس مرمى في أمم إفريقيا 1959 وأفضل حارس مرمى في بطولة البحر المتوسط عام 1963 في نابولي الإيطالية. وفي عام 1969 قرر عادل هيكل اعتزال كرة القدم بعدما أصيب بخلع في كتفه الأيمن، ثم قرر دخول عالم التمثيل حيث شارك في 3 أفلام أبرزها إشاعة حب مع العمالقة يوسف وهبي وعمر الشريف وهند رستم وسعاد حسني. وعن عمر ناهز 84 عاما فارق شيخ حراس المرمى عالمنا في 22 من شهر سبتمبر عام 2018 بعد صراع طويل مع المرض. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بصحاب البيت. الحقيقه صحاب البيت الكبير النجم الكبير الكابتن عادل طعيم. ازيك يا كابتن عادل؟ كابتن اسلام مشرف ومنور. نورك يا كابتن، ربنا يخليك. ايضا النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك يا كابتن ماهر؟ اهلا كابتن اسلام، ببقى سعيد بحضراتكم دايما لما بتبقوا معانا. ربنا يكرمك، ربنا يخليك. يعني بنستفيد وبنسمع كلام عاقل بدون اي عصبيه، وبنفهم وهنعرف كره القدم فيها ايه خلال الفتره اللي جايه من خلال وجود حضراتكم معانا. كابتن عادل هبدا بحضرتك. امبارح خساره النادي الاهلي لبطوله السوبر، الكل شايف او معظم المحللين اللي كانوا اللي انا اتفرجت عليهم امبارح الحقيقه كل شايف ان المباراه لم يكن النادي الاهلي في مستوى. ايه راي حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا لازم نبقى عارفين انه يبقى في مقدمه صغيره كده علشان الموجه اللي شغاله. يعني احنا قلنا وبنعيد وبنكرر ان اختيار موسيماني كان اختيار موفق جدا وجه في توقيته، وكان الاختيار كان بعنايه، والكلام ده ثبت زي ما انت بتقول دايما، مش بالكلام بالفعل. جه على ماتشات كانت ماتشات مهمه جدا، بقى في اقتناع كامل ما بينه وبين اللعيبه، ادى توجيهات بمجرد ما جه بعد ما كان كنا بنأدي بشكل معين مع فايلر في الفتره الاخرانيه. على طول في الدوري ثم الوداد رايح جاي شفنا اروع اداء، اهداف، ضغط من تحت، كان اللعيبه لسه محتفظين بالطاقه بتاعتهم، ما كانش لسه فيه عمليه الضغط. صح. ثم الترجي بعد ما خدنا 6 أيام ترجي هناك وهنا، ثم سان داونز. يعني الولاد عملوا في الحقيقه عملوا زي ما انا قلت برضو حضرتك قبل كده موسم على درجه من الاعجاز، انجاز ما بعده انجاز. اتنين افريقيا دي مش عمليه سهله ابدا، تالت عالم وما بالميراث تكسب بالميراث، والدحيل بطل قطر انت بتكسبه، بتلعب مع البايرن وانت واقف على حيلك ما بتتغلبش بالشكل. يعني عامل الولاد عاملين موسم اكتر من رائع، يتخللوا خساره دوري. احنا خسرنا دوري بفعل فاعل، انا هفضل اعيد واكرر بفعل فاعل، 15 بونت والمنافس 13 بونت، وكنا بنشوف قد ايه الفار مع الزملاء الحكام كان بيبقى فيه اوضاع ما حدش يحبها في دوري المفروض ان هو احسن دوري في افريقيا وفي العالم العربي. ماتش امبارح في حاجات كتيره جدا حصلت، انا يعني لما باجي احللها يعني مش لاقي لها مبرر. انت عامل 4 أيام معسكر، الاداره موفره لك المناخ رايح قبل الماتش ب4 أيام، انت خسران دوري فانت عايز تعوض، يعني كلها حاجات محفزه ليك انك انت تأدي اداء كويس كل الناس منتظره. مظبوط مظبوط. فبعد
سبع بطولات انت بتاخد منهم سته او سته بتاخد منهم خمسه، لما نضيف الكاس يبقى سته من سبعه، فانت يعني عايز تصالح جمهورك عشان البطوله اللي هي راحت مننا، واللي زي ما انت برضو بتقول وبتكرر لما في فرقه بتاخد بطوله واحده من السته يعني بتبقى الاحتفالات والانجازات. فطبعا احنا مش متعودين على كده، احنا متعودين ان كل بطوله بناخدها لازم نبقى رقم واحد. مظبوط. الماتش بتاع امبارح استثناء ومفيش حد كامل، احنا بنلاقي باريس سان جيرمان طالع من الكاس من تيم درجه ثانيه ولا درجه رابعه الموسم ده. الترجي يا كابتن في مباراه السوبر اللي في تونس يعني لسه من اسبوع 10 ايام كان بيلعب اتحاد المنستير ده، يعني مثلا يبقى يعني في المركز الخامس الرابع السادس كده يعني، وكسب الترجي، كسبوا ركلات ترجيح برضه 1-1 وكسبوا ركلات ترجيح. وده برضه علشان كلامي احنا بندي كل واحد حقه. الماتش بتاع امبارح ولا واحد موفق بما فيه الشناوي حتى. يعني الشناوي صد ضربتين جزاء، لكن برضه في كره تقع من ايده دي ما تقعش من الشناوي. ايوه. ده انا رايي، لان الشناوي قيمه وقامه واحسن جول في افريقيا ومرشح انه يروح في اي حته في العالم هيقف على حيله يعني. فانا شايف انه عده عوامل. اوكي. يا اما استهتار، نوع من الاستهتار، عدم التجهيز، المدير الفني الحقيقه ما قراش الفرقه كويس، ما اداش تعليمات حتى في الكور الثابته، ما قراش ان في ماتش الدوري الراجل بيلعب بنفس الطريقه اللي احنا لعبنا بيها امبارح، هو لعب بيها واحنا برضو لعبنا بيها، ناخد الكوره ونحطها جوه 18. اقول لحضرتك رقم في مباراه الدوري 44 كوره طويله، 44 كوره طويلة. ده احصائيات يعني. امبارح 51. الحاجة الثانية يعني يا كابتن هي. انا مش عامل ليه جبهات يعني الباك بتاعنا انا اكرم بستلم ليه وانا واقف؟ اوكي. ما بستلمش ليه وانا بجري تتعمل لي على الرايه؟ علي معلول ليه انا استلم وبعدين اروح لاعبها لطاهر؟ ده علي معلول ده المفروض يبقى طاير، لان الراجل احمد سمير طول الماتش، انا بقول لكابتن ماهر احنا جايين، طول الماتش بيلعب من الرايه للرايه، يعني في اخر دقيقه في ال 120 دقيقه. بس ممكن اقطع عليك هنا، انا اسف، ان دايما اي لعيب بيلعب النادي الاهلي بيعمل زي ما حضرتك بتقول كده، بيبقى راجع من الرايه للرايه، ده في الطبيعي، مش مباراه الجيش بس، كل المباريات كل الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي دايما بتبقى كده، بيبقى عندها طاقه زياده، بدل الدافع طاقه زياده وبدل الدافع 2 و3 ان انا بلاعب النادي الاهلي برضو كل ده. انا مش بتكلم ان هو مبرر يعني، بس عشان احنا بنتكلم مع بعض فنيا. انا اقصد ان علي الجبهه الوحيده اللي كانت شغاله، لكن لما بيستلم الكوره كانت مفيش حد بيجي، يبقى في مسانده بحيث ان انا ابقى اعمل جبهه هنا وجبهه هنا. تمام. وبعدين التسديد، التسديد كان يعني مش التسديد اللي فيه تركيز على الثلاث خشبات، عمليات الاختراقات، يعني انت حاطط ثلاث اربع رؤوس حربه في منطقه ال 18. برضه من ضمن الحاجات اللي انا مش عايز انساها، وهي انا قلت لحضرتك قبل كده ان النادي الاهلي لاعب حاجه و70 مباراه. الموسم السابق. الموسم السابق. بالمباريات المنتخب صح. باريس، تشيلسي والمان سيتي لاعبين 61، ودول اللي هم بيوصلوا لمرحلة نهائية، يعني بيخلص دوري كاس أوروبا. تشيلسي وصل لنهائي أوروبا، والمان وصل لنهائي أوروبا، يعني لاعبين ماتشات زيادة، فلاعبين 61 مباراة. النادي الأهلي علشان جمهورنا يعني برضو يبقى فيه حتة صفقة شوية على اللعيبة، إنك أنت في الفترة دي أنت لاعب حاجة و70 مباراة، في منهم الناس بتوع المنتخب هيوصلوا لحاجه و80، الشناوي وعمر السوليه ممكن يوصلوا ل90. فطبعا دي كلها عوامل. اخر عامل من وجهه نظري احتمال اللعيبه كانت امبارح خايفه على رجليها من اول المباراه، الحكم ما كانش مد الحمايه الكافيه، لكن ده مش مبرر، لان هم عارفين ان المدير الفني لمنتخب مصر قاعد في المدرج، فكل واحد خايف، الكرات العاليه حدش بيشترك فيها، خاصه قفشه وحسين، عمرو السوليه ما كانش في حالته زي ما حضرتك تفضلت في البدايه، لكن ما فيش شك انه الاولاد قدوا مباراه سيئه جدا نتيجه عدم التحضير، والمدير الفني ما كانش قاري المدير الفني للطلائع بالشكل الجيد. هل ده معناه يا كابتن ماهر ان احنا خلاص الموضوع انتهى؟ ولا دايما حضرتك في الجيل اللي حضرتك بتلعب فيه بتحصل ان انت بتخسر مباراه؟ طبعا بتبقى عندنا بالنسبه لنا الخساره زي ما الكابتن عادل قال مختلفه شويه عن اي حد تاني، ولكن في النهايه انت خسرت مباراه، ولكن عندك مباراه يوم السبت وبطوله جديده من يوم السبت. واللي انا عرفته الحقيقه وهي معلومات ان كل اللاعبين اعترفوا باخطائهم في هذه المباراه، وبالتالي اعتقد ان يعني اتعلمنا من حضراتكم ان دي بتبقى دايما البدايه، الاعتراف بالخطا بيبقى دايما هو البدايه. هو طبعا هارد لك يا اسلام لجمهور النادي الاهلي اولا
طبعا، لان هو الوحيد اللي بيتاثر بشكل كبير جدا. ان احنا عودناه على البطولات، ان كل بطوله بندخل فيها لازم نادي الاهلي يكسبها، فاحنا بنقول له يعني بنتاسف لك، وكل منظومه النادي الاهلي من مجلس الاداره للجهاز الفني للاعبين طبعا متاثرين بشكل كبير جدا، وكان يهمهم ان هم يفرحوا جمهور النادي الاهلي بحصولهم على بطوله السوبر. انا هرجع للزمن، ويمكن كابتن عادل يعني يأيدني في هذا الكلام. حتى اجيالنا احنا يا اسلام اخفقنا كده، وضاعت مننا بطولات بسبب الاجهاد، بسبب الاصابات، وبسبب تواصل المباريات اذا كان منتخب نادي. بس معلش يا كابتن ماهر، عشان برضو الناس دلوقتي يعني بتعتبر ان الكلام اللي حضرتك بتقوله ده تبرير للخساره، ولكن حضرتك احنا مش تبرير، احنا كابتن عادل قال ان واقع. يعني واقع احنا عشناه. وبعدين بتوصل كمان يا اسلام لمرحله العدد اللي اتكلم عليه كابتن عادل، 77 مباراه، بيحصل نوع من الاشباع. يعني انت النهارده بص على وجوه لعبتنا تحس ان اللعيبه يعني متشبعه بطولات ولعب وحتى فترات الراحه يا اسلام 7 ايام مش كافيه. مهم جدا يا كابتن ان حضرتك تقول الكلام ده، لانه الجمهور محتاج يعرف بالظبط هذا الكلام. الجمهور ما يبقاش عنده تخصص قوي في المواضيع دي. الناس فاكره ان انت خدت 7 ايام دي معناها ان انت خلاص تمام. لا لا بعد 72 مباراه يا كابتن عادل. طبعا اعتقد ان ده 7 ايام ده قليل جدا. ما بنبررش انا وكابتن عادل اسلام، احنا لا هو ليس تبرير، احنا اصل احنا قلنا في الاول انسان احنا عشناه. فاحنا التواصل الاجيال، احنا مرينا بالظروف دي واحنا جيل السبعينات، يعني جيل العظماء ولعيبه على اعلى مستوى ما شاء الله. وكنا بنخسر من 36 مصنع 36 يعني بردك اخر الدوري، وبتحصل المفاجات دي. احنا بردك ضاع مننا كابتن عادل يمكن يفتكر البلاستيك بردك ال11 ورا، وهم نازلين للدرجه الثانيه، واحنا يكفي بس ان احنا نكسب المرجول واحد. ضيعنا اكتر من 50 جول. درجه الجول مره من المرات عمل كده وراحت خبطه في كتفه وطلعت طار الشيخ. فيعني عايز اقول لك ان وارد جدا بشكل كبير، وزي ما انت ذكرت يا اسلام وقلت الدوري التونسي، ويمكن حتى كمان في اوروبا الراجل بتاع درجه ثانيه بيعطل البطل اذا كان في كاس او في النهارده في مانشستر يونايتد طلع من حد في درجه الفريق في الدرجه الثانيه في كاس. النهارده الاشباع القروي ده يا اسلام انا مريت بيه. تفاجئ ان اجي اوقف الكره تعدي من تحت رجلي نتيجه العدد المباريات اللي لعبتهم خلال سنتين، تلاحم دوري عام وكاس مصر وافريقيا، وبعدين نروح المنتخب وهنرجع من المنتخب، بيحصل نوع من الاشباع للعيب. النهارده السبع ايام دول الناس فاكره ان السبع ايام دول يعني حاجه كبيره جدا ان اللعيب يرجع لحالته المستشفى مره ثانيه. ده بالعكس، ده السبع ايام دول يعني بدايه، يعني بتحط رجلك على اول السلمه، لكن انت محتاج كمان على الاقل 7 زيهم بالظبط، 7 زيهم على اساس ان ارجع بعد كده فتره اعداد جديده، واخد بالك، ابقى منتعش فيها داخل بطوله زي بطوله السوبر ديت، يبقى انا ريحت كويس. عندي كمان الاشباع ده، محتاج بقى ان انا العب تاني واخد بالك وامارس تاني واكسب تاني. فالنهارده انا مشفق على اللعيبه بشكل كبير جدا طبعا. والاداء اللي حصل ده يعني عايز اقول لك احنا من خلال ال 77 مباراه دي اول مره نشوف لعيبتنا بهذه الحاله. مظبوط كل اللعيبه. برافو عليك يا كابتن. هو دي النقطه يا كابتن عادل، ان احنا دايما عارفين ان لاول مره من 77 80 مباراه نشوف لعبتنا بهذا الشكل على الاقل. حتى لما كانوا بيبقوا قبل كده في سوء اداء ولا حاجه، كان بنقول ان الاجهاد وكذا، وده كان بالفعل لانك بتلعب كل يومين 3 مباراة. ولكن احنا دلوقتي وصلنا للمرحله المهمه جدا اللي هي بدايه موسم جديد، وبالتالي ناس قلقانه شويه من شكل واداء الفريق في مباراه امبارح. فيمكن هو ده اللي عامل العصبيه شويه بالنسبه، او ان الناس زعلانه اكتر من اي حاجه تانية. سوء الاداء، شكل الاداء الوحش هو اللي خلى الناس تبقى متضايقه اكتر من الخساره. هي في نقطتين، النقطه الاولانيه وهي انه انت لاضم موسمين قبل الموسم ده. يعني الموسم اللي فات كان متصل مظبوط، وانت داخل كمان على اسبوع بس، مينيمم 3 اسابيع ما بين الدوري والدوري. شفنا ليفربول محمد صلاح 3 اسابيع في البيت، 3 اسابيع على البحر، يصطاد سمك، يبعد كل البعد زي ما بيقول الكابتن ماهر. عمليه التشبع دي لازم تنتهي، وبعدين بعد ال3 اسابيع على البحر يلعب تنس، يلعب اي حاجة بعيد عن الكوره، بعيد عن كره القدم، علشان الجسم يستعيد حيويته ونشاطه. ثم بعد كده
ابتدي فتره اعداد اسبوعين او ثلاث اسابيع وابتدي العب الدوري. العالم كله بيعمل كده الا احنا. دي نقطه. النقطه الثانيه حضرتك تفضلت عليها وهي انك انت الولاد مع الضغوط المستمره بتلعب كل 48 ساعه ويمكن قلنا قبل كده في اسبوع واحد سافرت مصر كلها. مظبوط. يعني الجونه للاسكندريه للسويس. مظبوط. في اسبوع. فحتى قلنا لو انا بسافر كده يعني هتتعب. بالطياره كده مش هلعب كوره ولا حاجه. رايح سياحه هتتعب. لو رايح سياحه فندق يوم تريح هتعب. فبرضه ده برضه مش مبرر، لكن مفيش شك انه الكمال لله وحده. مفيش واحد بيفضل موسم كامل بيأدي الاداء الرائع ده وبيحصل على هذا الكامل من البطولات، ولما بيخسر مباراه نتيجه عدم تركيز هنقول كل الاعتبارات اللي الجمهور ممكن يكون بيفكر فيها، اي سلبيات من مدير فني، اي سلبيات من اي لاعب، احنا بنغفر بشرط ان زي ما حضرتك تفضلت كده الاجتماع اللي كان موجود النهارده، من فضلكم بطوله الكاس لابد تبقى في الدولاب بتاع النادي الاهلي، لان دي عمليه مهمه جدا لجمهوركم. الجمهور انا شايف ان انا بشوف النقطه دي تحديدا ان طبعا المكسب مهم وكل حاجه، ولكن برضو اللي كان مزعل الناس، ما هو ده سؤالي، سوء الاداء. ان طبعا. الاداء مش هو ده قفشه، مش هو ده شريف، مش هو ده طاهر، مش هو ده كل اللاعبين، عشان بس ما انساش حد، هو ده اللي مزعل الناس اكتر، فده مخليهم قلقانين. فهل حضرتك شايف ان شكل الاداء ده هيستمر؟ والله دي حاجه ما اتمنهاش، لانه انا لما اوصل لمرحله ان انا طالع من بطولة الدوري بفعل فاعل برضو، لازم أنا جوايا كراجل برتدي تيشيرت النادي الأهلي كان لابد المباراة ديت أخدها، حتى لو اتقال إن التيم اللي قدامي هيلعب بسبع أفراد هلعبها في منتهى الجدية علشان البطولة دي تعوض لي. هي طبعا مش هتعوض بطولة الدوري، لكن أبقى عارف إن أنا اتظلمت ظلم بين في بطولة الدوري. البطولة دي كانت برضو يعني هي بطولة اشترافية، لكن ما فيش شك انها كانت هتدي معنويات اكتر للاعيبه طبعا. لكن اللي مأثر في الجمهور ان الفريق اللي قدامك بيلعب بقوه وحماس غير طبيعي. ال 120 دقيقه الناس بتطير على الـ على الـ على الـ بيطيروا، حقهم هم يعملوا كده. ودي حاجه ما ده حقه طبعا. بس انا المقابل ايوه اللعيب بتاعي تمريرات خاطئه. المدير الفني برضو يعني امبارح في اثنين لعيبه جداد بيلعبهم حسام في توقيت انا شايف مش توقيت اللعيب الجاي جديد او اللعيب اللي هو طالع من اصابه. انا بعتبره مرحله ولاده نجم، هو جاي نجم، انا بعتبره كانه لسه طالع ناشئ وبديله التقديم او الوجبه اللي الجمهور هيشوفها بديها له في ربع ساعه في ثلث ساعه لحد لما يستعيد انسجامه مع اللعيبه ومع زمايله وينخرط معاهم، وبعدين اقدمه للجمهور في احسن توقيت. انا كسبان 2-0، يعني انا لو امبارح كسبان 2-0 اروح دافع بحسام. اوكي. انما ما تحملوش حاجه اكتر. وبرده لويس اظني برده يعني اتدفع في وقت الشوط الثاني، اتدفع برده في وقت انا عايز اظهره للجمهور في احسن صوره. فكره كويسه يا كابتن. بس كابتن مال عايز اسالك برضو سؤال مهم جدا في النقطه دي. ما بيقول لك انا جايب لعيب محترف. انا جايب لعيب محترف الانسجام. احنا بنشوف مثلا بره مصر ان يقول لك ايه رونالدو لقيناه جه لعب من اول مباراه مع مانشستر يونايتد وسجل هدف واثنين. ف يعني طبعا هي مدارس، ولكن حضرتك برضو ميسي ما لعبش. ميسي في باريس ما لعبش. انا بقول لحضرتك هي مدارس فعلا، مدارس في الاخر. ممكن تبقى وجهات نظر مختلفه، ولكن هل حضرتك مع وجهه النظر ان هو يلعب ان اللاعب جاي لاعب محترف بالظبط. انا شايف يا اسلام ان هم مش محظوظين. يعني يوم غير عادي بصراحه للجهاز الفني وللعيبه. يوم غير عادي يعني، عارف انت النهارده لو مثلا في خمس ست لعيبه كابتن عادل مش في حالتهم برضه بيشيل. برافو عليك كابتن مايك. بس هو انا لو مدير فني 11 بالظبط. انا لو مدير فني برضه هو برضك مش موفق. سبحان الله مش يوم. انا كمان حتى لو انا مش انا موفق، حتى لو انا موفق هعمل ايه بالظبط كده في مجموعه كلها مش 11 اللي قدامي يا اسلام. انا شايفهم يعني مش هم لعيبتي، مش في حالتهم، الصفات الارضيه مش موجوده، تجهيز للمباراه، الدوافع، اصرارك على المكسب انك انت تحقق البطوله ما كانتش موجوده، واخد بالك؟ فالنهارده سبحان الله
في بعض المدربين بيقفل يا كابتن عادل الملف، بيقفل الدفتر بقى وبيقعد يتفرج عادي زي الجمهور مش يومه. يعني انا فاكر مره كرويف مع منتخب هولندا دخل فيه وهو بيدير مش عارف كان بيلعب مع منتخب فرنسا او حاجه زي كده يعني، وهو بيدير اللقاء دخل فيه جول اتنين تلاتة، راح قفل الدفتر وقعد حط رجل على رجله وبقى راجل متفرج زي الجمهور. فسالوه فقال يوم مش يومي، واضح ان مش يومي في الاداره الفنيه ومش يوم لعيبتي، مش هم دول لعيبتي اللي انا عارفه. فالنهارده الولاد دول مش محظوظين كمان لانهم نزلوا في وقت يعني ال11 اللي حواليهم مش موفقين ومش في حالتهم الطبيعيه. فالنهارده ومستر موسيماني كان لازم يدفع بيهم لان هو ما عندوش بالظبط. هي دي النقطه يا كابتن عادل، هي دي اللي انا بتكلم فيها بقى، ما عندوش غير انه يدفع بورق يقدر يعمل لنا الفارق. احنا متعادلين فمحتاجين نكسب، فالاداره الفنيه هنا تقول لك ايه؟ لا نازل مهاجم، مش هنزل مدافع او اشيل مدافع ونزل مهاجم. فبرضك الراجل قام بالدور اللي عليه من الناحيه الفنيه، شال مدافع ونزل مهاجم. برضك الامور ما مشيتش، شال لعيب نص ملعب ونزل مهاجم، الامور ما مشيتش. فانا عايز اقول ان هم كمان مش محظوظين، لان احنا كمان لو هم محظوظين زي ما كابتن عادل قال كسبانين واحد او اتنين، اتفرج بقى على اللعيبه دي، اتفرج على الاداء صحيح هيساعده ازاي. حتى كمان يا كابتن عادل برضو فريق الجيش نفسه هيختلف يا كابتن ماهر. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انه لو فريق الجيش دخل فيه جون بدري، ما هو بسيوني برضو كابتن بسيوني يعني مش هيلعب من مش هيفضل قافل، على الاقل هيفتح شويه علشان عايز يعوض الجون، وبالتالي يبقى انت عندك فرصه ان انت تجيب جوال تانية. ما يعني هو الحقيقه يعني الماتش اللي كان في الدوري كان المفروض ان انا اذكره شويه، لان هو عبد الحميد ما كانش هيلعب الا بنفس الطريقه دي، وهو لعب بنفس الطريقه دي. انت عارف حضرتك، انا اسف، انت عارف ان هو كان في ماتش الدوري افضل من امبارح بالظبط في الناحيه الهجوميه. واحنا كنا افضل واحنا كنا افضل. لينا جول دخل وفي بنالتي. ايوه مظبوط، بنالتي مظبوط، وفي جول دخل والراجل مد رجليه جوه الجول وطلعها ده في ماتش الدوري في السويس. في ماتش الدوري كنا احنا افضل ساعتها. لكن انا باخد على قفشه، زعلان منه لان لاعب بحجم صانع لعب في النادي الاهلي وبطولتين افريقيا وكاس عالم او لاخره، ان انا باخد الكوره واروح حاططها عاليه وانا شايف ان زمايلي هيعمل فيها ايه. يعني هو واقف والسرد باك في ظهره واثنين في ظهره والثالث في ظهره، حتى لو جات له هتجيله فين؟ هتجيله على دماغه، هتجيله على صدره. ده الراجل بيلعب 10 جوه 18، يعني عبد الحميد بيلعب 10 وبسام طبعا عارفين ان احنا جوه ال 18 بيطلع، وبعدين حارس هايل بصراحه، ممتاز ممتاز والله، يعني تبقى اضافه يعني قويه جدا لمنتخب مصر وللنادي الاهلي لو في نصيب، لان الولد يعني حابب قوي انه يبقى بيرتدي تيشيرت النادي الاهلي. فانا بديله الكرات على كاني بمرن بسام او بمرن السردباكين، مش المفروض ان انا ابقى ازهق، المفروض كان يبقى فيه صبر، وبعدين ابقى عامل جبهات، جبهه ناحيه اليمين، علي معلول بيستلم ما فيش حد بيروح له، بحيث ان احنا نعمل جبهه ناحيه اليمين، انطلاقات من الظاهرين. التسديد كان غير موفق نتيجه انه مفيش تركيز، مفيش تركيز، وكان العمليه متسهله، الى جانب برضو الاولاد، الى برضو ما خدوش فتره الراحه، الى جانب برضو المدير الفني اللي موجود، فكل واحد عامل حساب ماتش ليبيا، فانا مش عايز اتعور، لان امبارح كان في خلات كانت قاسيه جدا، يعني واحده منهم عمرو السليه اللي شاطها والراجل راح شايله والحكم واقف جنبها، ما اتحسبتش فاول حتى اوكي، ولا انذار، يعني الوحيد اللي خد انذار اكرم في كوره، بس الحكم كان كويس امبارح بصراحه، يمكن في واحده او اثنين. لا بس في الشوط الرابع كان في فاولات مش فاولات، يعني اربع خمس فاولات ورا بعض ما كانتش فاولات، يعني الراجل يروح رايح وراح واقع لما الكاميرا بتعيش. اوكي بيروح المخرج بيعيد عمرو السليه ما لمسوش. كرات على الطرف حسين الشحات الراجل ما لمسوش، طبعا مش التحكيم، لكن انا بقول ان اللعيبه كانت خايفه على رجليها نتيجه انه عارفين ان يوم 8 في ماتش مصير الكاس عالم، فبرضو الكرات العاليه ما نشتركش فيه، اي التحام ما فيش، الضغط ما فيش، ده برضو احتمال كبير جدا. التركيز كان ان انا المدير الفني وان انا عملت الاختيار العب لوحدي شويه، يعني امبارح كان في تسديد بدون مناسبه، يعني انا بسدد وانا ممكن جدا لو مررتها
كانت تبقى هدف. انا الغرض ان انا ابقى اسلم واجيب جول، ولا الغرض ان انا اللي اجيب الجول؟ ما الحته دي برضه انا حسيتها كان ممكن جدا لو الكره بدل ما تتسدد تتمرر كانت هتبقى في منتهى الخطوره على مرمى الجيش. طبعا حسين الشحات عمل واحده كويسه قوي الفاول، وبرضه قفشه عمل فاول برضه يعني راحت جنب العارضه. شريف يا كابتن عادل الانفراد يا اسلام لو كان جه شريف انفرادي يعني كان هتفرق برضه. كابتن عادل الانفراد كان بدري مباشر كان في اخر الشوط الاولاني، ولا بس لما غلط كابتن ماهر يعني وهي جايه له عمرو سليم اداها له يعني مقشره بالظبط. انا المفروض استلمها بالشمال وبعدين هو عنده الميزه دي لما بينفرد بالجول بيعمل ايه؟ بيصبر شويه لحد ما الجول يجي عليه شويه لحد ما يبقى فيه مسافه متر ونص. المتر ونص ده لو انا خدتها يمين او شمال الجول لو اترمى مش هيجيبني لانه اطول منه اطول منه. فانا دي بتاعته يعني عملها في كل الماتشات. انا يعني مش هي كده بقى كابتن ماري جاب الموضوع قال لك ايه هو خلاص مفيش تحدي يعني حطها ورجليه فاتحه البرجل بتاعه كان مفتوح. والولد ده ولكن خلينا كابتن برضو نتذكر كابتن ماهر خلينا نتذكر ان ما هو ده شريف اللي جاب الجون هنا وعمل بالزبط. كذا وجاب الجون مش عارف ازاي وطلع زي رونالدو وحطها بدماغه. ليه يا كابتن في ماتش بطوله افريقيا الجول الاولاني شوف حطها ازاي بالراحه يعني انا اقصد بما اننا معترفين كلنا ان هناك بعض الاخطاء اللي حصلت يا كابتن ماهر، ولكن في النهايه ما هم دول اللعيبه اللي فرحونا بالزبط. وهم دول اللعيبه اللي هيفرحونا. ما هم المجموعه دي هي اللي كانت بتلعب بقالها سنتين تقريبا تقريبا بقالهم سنتين باستثناء طبعا اللي بيخرج بيه والصفقات الجديده، وبالتالي هم دول اللعيبه اللي فرحونا وهم تعاهدوا على الفتره القادمه. يعني انا عرفت معلومه ان هم من ساعه كانوا قاعدين مع بعض او من ساعتين كانوا قاعدين مع بعض، ومش عايز اقول لحضرتك اللي حصل في الموضوع. قال لك اهم حاجه احنا اعترفوا بان هم ما كانوش كويسين في مباراه امبارح، وده كويس جدا طبعا. تاني حاجه قالوا ان احنا ما ينفعش نخسر بطولات عشان خاطر جمهور النادي الاهلي، وهو ده الاهم بالنسبه لنا يا كابتن ماهر. وده مؤشر يا اسلام بيطمنا كلنا بصراحه ان انا كلاعب بعترف ان انا ما كنتش موفق واعترف باخطائي، حتى الجهاز الفني كمان من الشجاعه الادبيه مستر موسيماني ان مش يومه يعني. فده موسيماني معمول عليه قصه دلوقتي خلي بالك، وكل طبعا القنوات طالعه ايه وده مشي وده هيمشي ورافض العقوبه ومش رافض العقوبه. والراجل اساسا يعني والله يا كابتن دي برضو معلومه يعني مش معلومه دي اي حد ممكن يعرفها، يعني الراجل اساسا بيتسو موسيماني لم يتكلم من قريب او من بعيد مع اي حد سواء وسيله اعلاميه جوه مصر او بره مصر خالص. نزل له تصريحات في جنوب افريقيا الراجل نفسه حتى يعني عارف اللي هو الراجل اساسا والله ما بيفكر في الكلام ده خالص. الناس مشيته النهارده دلوقتي في بعض يعني انا الناس عماله تبعت لي بعض البرامج مشت موسيماني وبعض البرامج مش عارف خلت موسيماني ده الشيطان الاكبر في والله دلوقتي حالا الناس شغاله. وهو الحقيقه لما نقعد نتذكر زي ما حضرتك قلت ماتش الوداد ماتش الترجي في مباريات ما كناش كويسين فيها وده طبيعي جدا زي ما حضراتكم دايما بتقولوا، ولكن في النهايه يا جماعه ما خلينا الراجل الحمد لله ست بطولات خد خمسه دخل المنظومه يا اسلام بدا في مباراه السوبر المباراه كلها على بعض مش كويسه، لكن في النهايه عندنا مباراه يوم السبت وعندنا كابتن نفكر الجمهور نهائي افريقيا الجول بتاع قفشه والجول اللي شريف راح رايح بالكوره وراح عاملها بكعبه للسوليه حطيتها في المقص. يعني نفتكر للعيبه جمل جمل يعني في منتهى الروعه وانت بتلعب يعني مباراه نهائي على مستوى عالي جدا طبعا. شريف حطها ازاي وقفشه الجول تاني ازاي وعمرو السوليه الجول الثالث في المقص بالشكل الرائع. فاذا كان حصل اخفاق وده وارد جدا برشلونه بنشوفه، ريال مدريد ما بياخدش حاجه، برشلونه ما بتاخدش حاجه خالص. مش معنى كده ان احنا هنقلدهم، احنا هنقلدهم لما ياخدوا كل البطولات هم يقلدونا لان احنا هم اللي يقلدونا مش احنا اللي نقلدهم. فاحنا جمهورنا طول ما هو صاحي ورا لعيبته وعارف كويس قوي ان كل بطوله محسوبه ما اعتقدش باذن الله تعالى ان هيفرطوا في اي بطوله ثانيه ان شاء الله ان شاء الله. وحتى يا كابتن زي ما انت بتقول انا هفترض ان انا مش هاخد بطوله بس اكون بادي الواجب بتاعي بس هو ده الجمهور عمره ما هيزعل
هيزعل بخساره البطوله، ولكن في النهايه بس هتبقى هيسقف للعيبه. بالظبط كده، هيسقف للعيبه وبمقدار الحب الحقيقه اللي احنا دايما بنشوفه لجمهور النادي الاهلي، لكل لاعيبه النادي الاهلي، بمقدار الانتقاد اللي بيحصل من امبارح للنهارده الحقيقه لكل اللاعبين. ولكن على اللاعبين ان يتذكروا ان هذا الجمهور هو له اليد العليا في معرفه مصر كلها وافريقيا كلها والعالم العربي بهؤلاء اللاعبين الحقيقه اللي موتوا نفسهم خلال فتره طويله جدا وسنه طويله جدا السنه اللي فاتت. قد يكون الاخفاق اللي حصل امبارح زي ما كباتننا الكبار قالوا، قد يكون ان هو يعني ايه بدايه جديده لشيء جديد خلال الفتره القادمه، وهم اللاعبين اعترفوا بكده. خلونا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل مع هذا الكلام المهم جدا والمحترم من النجمين الكبيرين كابتن عادل طعيمه وكابتن ماهر همام. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، لو حضرتك المدير الفني هتفكر في ايه قبل مباراه امبي بقى؟ خلاص مباراه خسرتها، لم يكن الاداء جيد، اعمل ايه عشان ربنا يكرمني في مباراه امبي القادمه؟ اول حاجه اعملها انا اعمل عمليه نعنشه وعمليه مذاكره واستذكار للبطولات اللي خدوها قبل كده، بطوله افريقيا الاولى والثانيه، ماتشات الكاس العالم، الماتشات اللي هي بتدي فيديو صفر. ولا اقول لهم كلام؟ لا فيديو، فيديوهات. معسكر بقى هقعد اربع ايام كمان اعد لهم اللحظات الايجابيه اللي بتدفع الثقه في النفس. فالماتش كده طبيب نفسي. امال ايه؟ لازم. طب ليه لا يا كابتن؟ ما ممكن اي جهاز يستعين بطبيب، ليه لا؟ طبيب نفسي. طب ما انت جايب، طب ما النادي الاهلي جايب اخصائي تغذيه. ما انا بقول لا، انا نفسي ماهوش مش جنان يعني. النادي الاهلي في الثمانينات كان لا، احنا ايام احنا ما كنا بنلعب جوزيه استعان في بعض الاوقات او في اوقات يعني معينه استعان بطبيب نفسي. كان في دكتور نفسي بيجي لنا وانا شغال في النادي زمان. كان في دكتور نفسي جايبينه من احد الكليات وكان بيعمل في الخارج وكان بيجي بيقعد مع اللعيبه. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده نفسيا يعني، ان انت بتحاول صح تيالي يعني انت بتحاول ان انت تزيد الدوافع عند اللاعبين من خلال اللي انتوا كنتوا بتعملوه. اجيب السلايه واقول له شوف الجول التالت ده انت شفت عامله ازاي؟ انت شفت في ماتش بايرن كنت بتعمل ايه؟ يا قفشه انت ليه بتعلي الكوره؟ انت ليه ما بتلعبش الكوره بتاعتنا اللي هي الحاجات اللي فيها وانتوهات، الحاجات اللي فيها تمريرات؟ احاول ان انا الفتره ديت ابقى عامل جمل اشوف ايمي بيلعب ازاي وعمليه الاختراقات وعمليه التحضير. تمام. المفروض انا يبقى باك رايت مع هاف مع واحد على الطرف، يتعمل جمل بحيث ان انا الاختراق يبقى من الحته دي. حتى لو الفريق المنافس بيلعب باثنين زي ما كان عبد الحميد بيلعب امبارح، كان بيخلي اثنين دايما بيقفلوا على علي واثنين بيقفلوا على اكرم. نعم. الحته دي عشان اضربها لابد يبقى في تدريب عليها، من يبقى في اثنين عليهم ثلاثه بحيث ان انا اخترق من الجبهه دي. وبعدين الحاجه الثانيه، بوصل للثلث الاخراني. التلت الاخراني انا بستعجل ليه واروح رافعها؟ يا اخي انت عديت يعني في اكثر من كره الشوط الاولاني، انت عديت خلاص الباك. ما تروح اوصل. وبعدين الفراوده سواء شريف او طاهر او حسين، انت لما بتوصل هناك يبقى كل واحد متوزع برضو من خلال التدريب. كل الامور ديت لما انا بعيدها في خلال الثلاث اربع ايام دول واشوف فريق انبي بيلعب ازاي وايه النواقص اللي عنده وايه الصفقات الجديده اللي جات له وايه التوقع من ضمن شغلنا ان انت تتوقع المنافس هيلعب ازاي. هيلعب ازاي؟ زي ما كان عبد الحميد بسيوني عامل مقسم الماتش مرتين ثلاثه كده، انه العب اول ربع ساعه ما جيش في جول، الربع ساعه الثانيه اضغط من تحت، الحاجات اللي احنا سمعناها والحاجات اللي كلنا متوقعينها انه هيعملها. بس هو المكسب بتاع امبارح مش بنقلل من الطلائع ولا حاجه، لكن احنا اللي فرطنا في البطوله. طبعا انا لا، تتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي لم يكن احنا اللي فرطنا وبالتالي خسر. انما احنا لو جبنا الفرص ولو احنا ركزنا وكنا بنلتحم روح الفانيلا الحمراء الحاجه الخطيره، ومن خلال حضرتك لازم اوصلها للعيبه، لازم اوصلها لهم. على مدى تاريخ النادي الاهلي بكل اجياله تبقى مغلوب 2-0 وفاضل خمس دقائق و10 دقائق، الجمهور قاعد في المدرج عارف ان احنا هنجيب ثلاث اجوال. الحته دي موجوده على مدى تاريخ النادي الاهلي. في الفترة الأخرانية، الفترة اللي فيها إجهاد تحديدا، الفترة اللي فيها إجهاد ديت اللي إن شاء الله ربنا ما يعيدهاش تاني، إن احنا بنبقى كسبانين وبعدين بنتعادل في آخر ثواني أو بنتغلب زي ماتش سموحة في آخر دقيقة. ده الحتة دي مش بتاعة الأبطال اللي موجودين دلوقتي اللي أسعدونا بخمس بطولات، مش أنتوا بتوع امبارح، لا أنتوا جايبين خمس بطولات، الخمس بطولات دول
بتتكتب في تاريخ كل واحد فيكم، ولابد يبقى كل واحد فيكم عنده الشغف ان انا عايز بطولات تاني وتالت ورابع. يا اخي ادبيا قبل ماديا، انت بتستفيد ماديا كويس قوي، ادبيا ده هو ميسي محتاج فلوس؟ ما معاه فلوس كتير قوي، انما ادبيا ان انا العالم كله بيتفرج عليا، العالم كله انا بمتعه. انت العالم الدوري بتاعنا العالم العربي كله بيتفرج عليه، وما لا استبعد في اوروبا، انا ليا قرايب في بره هنا في امريكا وفي المانيا بيتفرجوا على الدوري المصري وبيتفرجوا على النادي الاهلي طبعا خصوصا. فانا كلاعب وكجهاز فني لابد ان انا ادي اللعيبه الدفعه النفسيه القويه جدا، الى جانب طبعا علاج الاخطاء اللي في التمرير، الاخطاء اللي في التسديد، الجمل اللي من على الاطراف، الاختراقات، قفشه يتدرب على ازاي نعمل الباصه البينيه، كل الحاجات دي. هل ده كله ممكن يحصل في خلال يعني انا لعبت ماتش الثلاث وعندي ماتش السبت؟ انا كنت عايز اقول يا اسلام اتفضل ان اعداد اللاعبين من بعد البطوله الافريقيه الدكه اللي احنا قعدنا نلمح عليها بقالنا شهور، خلي بال حضرتك ما تلموش غير كمجموعه فريق، يعني ما تلموش غير من اسبوع 10 اقل كمان. لا يعني عشرة أقل. عايز اقول للبدلاء يا كابتن عادل، عايز اقول للبدلاء لازم يبقوا جاهزين يا اسلام للمواقف اللي بشكلتها، يعني لما بحتاج حد من البدلاء لازم يبقى مؤثر ومبدا ادفع بيه، لازم يعمل الفارق، يغير الفارق طبعا، يغير الماتش يعني، لان انا بالظبط، لان عندي احسن 30 لعيب في العالم العربي وفي افريقيا، يعني ما شاء الله في كل مكان في البديل والبديل الاخر والجواكر كمان اللي بتقدر تخدم طريقه اللعب بالنسبه لمستر موسيماني. أيوه. فانا عايز اقول ان في دور كبير جدا على لعبتنا يا جماعه، في خطوط عريضه بيقولها المدرب مستر موسيماني، طريقه اللعب، وفي مرونه تكتيكيه بقى بفكر هؤلاء اللاعبين، يعني احنا كنا اخطر خط امامي موجود في العالم العربي والعالم الافريقي، خلاص بسبب المهاره الفرديه، بسبب التمرير، بسبب الجمل التكتيكيه، بسبب اللعب الجماعي، اللعب الجماعي اللي احنا مشهورين بيه، يعني طول عمر النادي الاهلي بيورث تكتيك اللعب يعني الجماعي، الفرقه اللعب الجماعي، طول عمرنا عندنا اختراقات ومجاميع من على الاطراف، طول عمرنا عندنا مهاره فرديه في التلت الهجومي، وليد صلاح يقدر يجيب لك رضا عبد العال، ابو تريكه يقدر يجيب لك فاول يا كابتن عادل، يقدر يجيب لك ضربه جزاء، احنا حتى في التكتلات ديت محتاجين المهاره دي، التمرير المتقن بالنسبه لقفشه في المساحه اللي شريف بيقدر يختارها. عايز اقول لك يا اسلام ان اللعيبه دي قرت بعض بسبب التجانس والتحفيز، فبقى في فكر قريبين من بعض، حافظين بعض. أيوه. عارف اسلام محتاج في رجله، اسلام محتاج في مساحه، اسلام محتاج على العاب الكره على دماغه. فدي ميزه لعيبه النادي الاهلي اللي هم مشهورين بيها. فالنهارده عايز اقول لك البديل لازم يصنع الفارق. النهارده مستر موسيماني بينزل بديل مهاجم، يبقى المهاجم ده احنا عارفين هيموت نفسه عشان يجيب جول، هيموت نفسه عشان يثبت لمستر موسيماني ان انا احق، ولجمهور الاهلي وجمهور النادي الاهلي ان انا صفقه رابحه، ان النادي الاهلي اختارني لان انا فعلا قدير ان انا اكون موجود في هذه الكوكبه. أيوه. قدير ان انا ابقى موجود في نادي القرن، شرف لكل اللعيبه ان هي بتلبس الفانيلا الحمراء طبعا بتمثل النادي طبعًا. الاهلي فالنهارده اسلام مهم جدا الناس اللي قاعده على الدكه، يعني انا عايز اقول لك نرجع لورا شويه كده، جيلنا كابتن محمود الخطيب لما كان بيقعد على الدكه، ها بص قاعد ايه، قاعد برؤيه اللاعب، ها والمدرب قاعد مركز شايف اللي عايزه بالظبط، عشان لما يطلب منه انا مش هستنى الكابتن عادل هيقول لي خطوط عريضه هتتحرك كده هتتحرك كده، مع المرونه التكتيكيه والموهبه اللي ربنا مديهالي ان نصنع الفارق. نرجع تاني لابو تريكه لما يبقى موجود على الدكه، بص نظراته مركز قاعد شايف انا لو نزلت دلوقتي حاضر اعمل ايه. وليد صلاح الدين لما كان نزل اخر نص ساعه في مجموعتنا كان بيغير بشكل كبير جدا، مهاره فرديه، لا هنا هنمسك عشان نروح عشان ناخد ضربه. هل ده اللي يحتاجه النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه برضو؟ اكيد يا كابتن، يعني لو حضراتكم انا شايف محتاجين ان احنا عندنا دكه قويه جدا، لعيبه على اعلى مستوى على الدكه لازم يصنعوا لنا الفارق، يبقى هو عنده استعداد يا اسلام ان عيني على الراجل عشان امتى هاخد الكارت وانزل، بص يعني بخطف الكارت ولمسه بالظبط كده وانزل عشان اصنع الفارق، عايز اكسب بالظبط عشان اقول ان فعلا ان احنا لعيبه على اعلى مستوى. ايوه، لانه كان كابتن عادل واضح جدا ان كابتن بسيوني يريد ان يصل لركلات الترجيح، وهو وصل لركلات الترجيح، يعني اللي يشوف الماتش احنا اللي ادينا له الفرصه دي، اللي يشوف الماتش يحس من اول الماتش ان انت الماتش ماشي كده
بالظبط ان احنا نوصل لركلات الترجيح، وده مش قصدي عيب، لكن هو دي طريقه لعب. انا بلعب كده، ولو جت واحده اوفر، لو جت واحده احمد سمير، لو جت واحده كره ثابته، الوقت بيساعده اسلام، الوقت عمال يساعده. فده كان شكل نادي طلع الجيش من البدايه للنهايه، كان واضح يعني. بالزبط. يا كابتن اقصد ان لما مستر موسيماني حتى غير تغييراته، البعض رايح ان هي تغييرات متاخره شويه. والله انا كان ليا وجهه نظر برضو. كان انا لو انا مكان موسيماني كنت لازم عمار كان يبقى ليه دور. لا عمار كان بره. عمار كان يبقى ليه دور في على الدكه، لان كان هيبقى ورقه رابحه جدا في ماتش زي ده. بمعنى اشرح لنا. بمعنى انه اولا بيجيد الالتحامات. اوكي. سريع، مراوغ، واحد على واحد، واحد على واحد بيعدي. انا لو انا هبدا كنت هبدا باكرم، ويبقى عمار قدامه مع شريف، وحسين الشحات كان يبقى مكان طار ناحيه الشمال. كان هيبقى الجبهه اللي ناحيه اليمين دي هتلاقي على طول باستمرار عمار رايح وراه بيسندوا اكرم. كانت الجبهه دي كانت هتبقى جبهه قويه جدا في عمليه الالتحامات وعمليه الاشتراكات وعمليه الخطوره على المرمى، كانت هتبقى في غايه الاهميه. الى جانب طبعا جزئيه مهمه جدا كابتن ماهر تطرق ليها. انا لما احس باطمئنان ان انا هلعب وقاعد على الدكه وهنزل ومش هيبقى في فارق، وانا برضو موجود في النادي الاهلي، بنحذر النادي الاهلي ما يبقاش على اي لعيب. انت صحيح جبت بطولات، جمهور الاهلي ما بيشبعش من البطولات، اصحى. لانك انت زي ما بيقول الكابتن ماهر واحنا جايين في العربيه، النادي الاهلي جنه الارض. النادي الاهلي جنه الارض بالنسبه للعيب. حلوه دي يا كابتن ماهر. دي حقيقه ما تنساهاش. يعني الفتره اللي انت موجود فيها في النادي الاهلي خد بالك، جنه الارض. مش هتحس بالكلام ده غير لما تطلع جنه الارض. حاسين بيه يا اسلام. احنا حاسين بيه عشان احنا بره النادي الاهلي. فجنه الارض زي ما كابتن عادل قال، كل حاجه موجوده في النادي الاهلي. حتى وانت داخل النادي الاهلي يا اسلام بتحس بفيه شحنه معنويه. يعني احنا لما بنغيب وبعدين بنروح انا وكابتن عادل يعني بيسالونا في البيت وانت راجع انت مبسوط كده ليه؟ عشان كنت في النادي الاهلي، البيت الكبير. الشحنه اللي انت بتاخدها من بيتك اللي بتدي لك الدوافع، واخد بالك؟ الحمد لله رب العالمين اللي مخليانا عايشين مبسوطين، واخد بالك؟ فانت النهارده تحس بيها وانت بره النادي الاهلي، وانت بره النادي الاهلي بتتلسوع لان مفيش حاجه صح. لكن جوه النادي الاهلي كل حاجه صح. طبعا. عموما هنكمل كلامنا، لكن خلينا نطلع فاصل اخير، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجمين الكبيرين كابتن عادل طايمه وكابتن ماهر همام. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، كابتن ماهر قال كلمه كويسه جدا وكلام محترم جدا، وبرده حضرتك اتكلمت في نفس الاطار بنفس الشكل، ولكن اللعيب المهاري هل من الممكن خلال الفترة القادمة الاستعانة بأحمد عبد القادر، بعمار زي ما حضرتك تكرمت وقلت، ببقية اللاعبين، بوليد سليمان الفترة القادمة بعد رجوعه من الإصابة، ووليد سليمان خبرة كبيرة جدا جدا داخل، هل من الممكن أو إحنا النادي الأهلي محتاج كده فعلا مع بيرسيتاو ومع بقية اللاعبين؟ بيرسيتاو طبعا مش شباب السبت لما يرجع من الإصابة. يعني الفرق الكبيرة دايما زي ما حضرتك عارف وحضرتك خبرة يعني، وهي بتلعب النادي الاهلي بيبقى دايما الجانب الدفاعي عندها نقول مثلا 70-80%، ويلعب على المرتد، فانت بتبقى محتاج اللي بتلعب ضد النادي الاهلي. الفرقه اللي بتلعب ضد النادي الاهلي. اوكي. فدايما النادي الاهلي وهو بيلعب مفيش فرقه بتلعبه مفتوح الا في افريقيا الى حد كبير يعني، انما في الدوري المصري كله بيبقى عامل حسابه ان هو بيلعب يقفل ويعمل مرتده او حاجه زي كده. فانت دايما محتاج اللاعب المهاري في الثلث الاخراني، ان هو ممكن واحد على واحد او اثنين على واحد ممكن ان هو يبقى بيستغل المهاره بتاعته انه ممكن يعدي. ايوه. الكره اتعملت له بينيه بين في ال 18 ممكن جدا من خلال المهاره بتاعته يعمل عمليه تمويه. يعني امبارح كره اتلعبت من شريف لطاهر، والراجل جاي من الزحلق على طاهر اللي هو شاطها واتخبطت في الشوط الاولاني. لو انا بقى اللعيب مهاري هعمل ايه؟ هشوط ولا اروح؟ ولا هعمل انا هشوط واروح واخدها على الجنب؟ ده اللاعب المهاري بقى، اللاعب المهاري في الوقت اللي زي ده يفرق معاه جدا. اوكي. فوليد مثلا ماتش زي امبارح كان ممكن جدا يفرق معاك. وليد سليمان. أوكي. طبعا. فاللاعب المهاري ده بنشوفه على مستوى العالم عمله قليله.
يعني تلاقي كل فرقه فيها واحد او اثنين. كنت بتقول عمار حمدي. عمار عنده الموهبه المراوغه، عنده الجهد الوافر، بيدافع كويس قوي، بيهاجم كويس قوي، بيلعب رجل الاثنين. احمد عبد القادر برضو. واحمد عبد القادر احنا لا يعني ناحيه هجوميه بقى خالص احمد. لا وبيلعب احمد سامي كان بيديله واجبات دفاعيه في مرحله معينه في حته معينه بيرسمها له، انت هدافع في الحته دي الجانب الناحيه الباك الشمال يعني. مع سموح. فاحمد سامي موظفه في الحته دي كويس قوي. اوكي. وبعدين بيديله برضو حريه حركه، انه لما الكوره بتبقى في الجبهه الاخرى انا ممكن يبقى عندي حريه حركه ان انا انت ومصطفى فتحي انك انت تعملوا عمليه المراوغه وعمليه التمرير بحيث انه يعمل مرتده يجي منها اهداف. فاللاعب المهاري في غايه الاهميه وخاصه في النادي الاهلي. تمام. لان الفرق طبعا بتبقى بتدافع قدامك، تبقى محتاج انت واحد ياخد الكوره. طبعا. طيب كابتن ماهر، مباراه امبي بقى عشان يعني خلاص وقتنا بينتهي. مباراه امبي عندك المباراه يوم السبت، المتوقع امبي يلعب ازاي؟ هل هيلعب زي الجيش؟ كابتن حلمي بيبقى دايما له فكر مختلف انه بيلعب يعني بجناحين فاتحين قوي علشان تجي لهم ويجروا اكتر، ايه اللي ممكن يفكر فيه كابتن حلمي؟ بص يا اسلام، يعني احنا قلنا كل الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي عندها دوافع كبيره جدا، مذاكر النادي الاهلي بشكل كبير. ايوه. اللعيبه بتنام وبتريح قبل 3 ايام، اللي عنده مشكله بيحلها. انا بسميه دايما الجيل اللي بيكتب. بالظبط يعني كنا بنعمل كده احنا يعني برضه نفسيا بتظبط قبل مباراه الاهلي، لان المباراه يعني مذاعه في التلفزيون، الاستديوهات التحليليه، الميديا، يعني كل الدنيا مسلطه عليها، حتى الجهاز الفني اللي ضد النادي الاهلي. يعني الكابتن حلمي هتلاقيه برضك مذاكر ومتابع ومقطع الماتشات، الماتش الاخير والماتش اللي قبله، دفاعيا النادي الاهلي ازاي، هجوميا النادي الاهلي ازاي، ثغرات النادي الاهلي ازاي، مشاكل النادي الاهلي ازاي. خدت بالك يا كابتن اسلام؟ لكن هو في دماغه استراتيجيه المباراه 70-80% دفاع. محدش هيجرؤ على النادي الاهلي انه يبادل النادي الاهلي من قدام. وهم جربوا معظم الفرق اذا كانت افريقيه او عربيه، لما بتفتح خطوطك على النادي الاهلي، النادي الاهلي بيقدر يتفوق، بيحرزوا هدف واثنين وثلاثه. اوكي. فالنهارده هتبقى في مشكله هيقابلها النادي الاهلي بنفس السيناريو اللي بسيوني قام بيه في اللقاء طلع الجيش مع النادي الاهلي، هو نفس السيناريو اللي هيقوم بيه الكابتن حلمي مع امبي. طيب. مع الاعتماد على الكرات الثابته. طيب. او الكرات المرتده اللي يقدر يباخت فيها النادي الاهلي بهدف. تمام. اخر دقيقتين هاخد من حضرتك ومن الكابتن ماهر الحل في، مش هتكلم عن مباراه امبي، ولكن الحل، لانه حضراتكم اجمعتوا ان كل معظم الفرق اللي بتلعب ضد النادي الاهلي بتلعب بشكل متكتل، وبالتالي احنا هنشوف اللي شفناه مع نادي طلاع الجيش مع كل المباريات القادمه. الحل، الحل نمره واحد، ثقه اللعيبه ترجع مره ثانيه. هي طبعا غابت في ماتش، انما مش هنحكم عليهم من خلال ماتش واحد، فالثقه ترجع، الى جانب زي ما حضرتك تفضلت اللعيبه المهاريه تبقى موجوده، لان امبي مش هيلعب غير انه عنده راس حربه الراجل الافريقي ده، يعني بيلعب قوي وسريع، قوي وسريع وبيحضن وبعدين بيلف ويشوط والحاجات ديت، فعايز الرقابه عليه بشكل جيد. الى جانب طبعا اللعيبه المهاريه، يبقى عمار يبقى ليه دور، وليد سليمان يبقى ليه دور، ديانج يبقى ليه دور، دي عناصر طبعا. بدر بنون يبقى يعني يعود تاني. طبعا كل العناصر ديت مرتاحه وهتبقى ادائها هيبقى اداء افضل. في جمله صغيره جدا، قفشه شريف، كل الناس اللي راحت منتخب، لولا النادي الاهلي، لولا فضل ربنا سبحانه وتعالى، ولولا النادي الاهلي انت ما كنتش تروح المنتخب اطلاقا الا من خلال هذا النادي العظيم، النادي الكبير، النادي العظيم. دايما ولائك ليبقى النادي الاهلي اللي هيوديك المنتخب اللي اي حد لاعب بيتمنى. هقول عليك حاجه يا كابتن عادل برضو، عشان برضو ودي معلومه. أيوة. معلومه وليست يعني كلام. أيوة. ان كل اللاعبين مقدرين جدا 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 غضب الجمهور وزعل الجمهور وانتقادات الجمهور، وشايفين ان هم قصروا في حق نفسهم وفي حق اسم ناديهم. طبعا. وبالتالي وعارفين الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كويس جدا جدا. الحمد جدا لله. الحمد لله. ولكن بيقولوا يعني ايه، انتظرونا فيما هو قادم في الفتره اللي جايه. وانا دايما اقول ايه، انا ما بحبش الكلام خلال الملعب. بالظبط. الملعب هو اللي هيورينا. هم اثبتوا لنا يا كابتن، هم اثبتوا لنا ان هم لعيبه كويسه. طبعا طبعا. عشان كده بمقدار الحب هو مقدار الزعل. طبعا طبعا. كابتن ماهر الحل، يعني ثقتنا كبيره جدا في اللعيبه، ثقتنا في الجهاز الفني بشكل كبير جدا. الفتره اللي جايه محتاجين الخبرات
تبقى موجوده في الملعب بصفه اساسيه. ايوه عوده وليد سليمان هتدينا دافع بشكل كبير جدا. كل ما يبقى عندك قيادات داخل الملعب، معلول، بنون، سلية، وليد، ده بيدينا ثقه، بيدي ثقه بشكل كبير جدا. دوافع لعيبه النادي الاهلي هم طبعا متاثرين بشكل كبير جدا على الاداء الغير طبيعي اللي ظهر بيه شكل واداء النادي الاهلي، لكن احنا عندنا ثقه كبيره جدا احنا وجمهور النادي الاهلي في هؤلاء اللاعبين اللي هم متعونا خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا بالبطولات، فبنقول لهم بالتوفيق. واحنا متاكدين متاكدين ان شاء الله ان النادي الاهلي خلال المباراه القادمه هيبقى بشكل جديد بالنسبه للجهاز الفني وبالنسبه للاعبين، وطبعا مستند جمهور النادي الاهلي اللي احنا ان شاء الله هنصالحه خلال الفتره بشكل كبير. انا بعتقد ان من النهارده او من بكره جمهور النادي الاهلي خلاص هيفكر في مباراه امتى والمسانده الواجبه لكل اللاعبين خلال الفتره الجايه. كابتن عادل، شرفت ونورت، ودايما بنستفيد بوجود حضرتك معانا، وشكرا جزيلا لهذا الكلام الكبير المحترم. شكرا يا كابتن. شكرا جزيلا كابتن عادل. اشكرك جدا يا كابتن ماهر. شكرا يا كابتن. سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. حبيبي، ربنا يبارك لك. شكرا جزيلا. انا بشكر طبعا نجومنا الكبار كابتن عادل طعيمه وكابتن ماهر همام. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. ان شاء الله مباراه الام بي يوم السبت، وان شاء الله اكون مع حضراتكم على الهواء مباشره يوم الاحد كالعاده الحقيقه، دايما في بيتنا، البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. اشوف حضراتكم على خير ان شاء الله.